مساء الخير كل مشاهدي قناة نيسات وحلقة جديدة من برنامجكم نبض مصر. الحقيقة النهاردة البلد فيها مشاكل كتير وحرائق أكتر ومؤتمرات صحفية هنا وهناك كلها بتناقش الوضع الراهن اللي احنا عايشينه. أخبار النهاردة دارت حوالين مجهولون يعتدون على ضابط شرطة ويحطمون سيارته ويهشمون واجهة أتوبيس سياحي بكورنيش النيل، وإن خسائر مصر للطيران وصلت 6 مليارات جنيه بعد الثورة، منها 650 مليون بسبب ارتفاع الدولار، والنائب العام ينفي منح الضبطية القضائية للمواطنين ويؤكد الهدف تسهيل مهمة مأموري الضبط في عملهم، وكمان مجلس الشورى يوافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك وبيأجل مناقشة مواده إلى الجلسة المقبلة. مشاهد متتالية ومواقف مختلفة كلها رافضة لما يسمى بأخوانة الدولة والسيطرة على مفاصلها من قبل أنصار وقيادات تيار الإسلام السياسي. الأمر اللي دعا المواطن البسيط للسؤال عن وماذا بعد، وكمان وما هو المصير داخل مصر المقسومة والملتهبة. الحقيقة عشان نقرأ المشهد السياسي الراهن بيشرفنا أن يكون معنا النهاردة في الاستوديو المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. أهلا بيك أستاذ سعيد، شرفنا منورنا. أستاذ سعيد، في البداية تقييم سيادتك إيه لوضع الشارع، وقادر إزاي تقرأ الأحداث الأخيرة؟ الأول كل سنة وحضرتك طيب وسيادة المشاهدين طيبين بمناسبة الصوم الكبير. كتر خيرك يا فندم، ميرسي. يعني قراءة سريعة للشارع، اقتصاد متراجع ومنهار، أهم قضية هي قضية السولار اللي هو بيمثل جزء كبير من حياة المواطنين، قالوا البسطاء، بس قالوا النهاردة ان هي انفرجت، يعني زي ما شفنا مع بعض يعني لغاية وانا جاي مفيش انفراجة، لازالت الطرق مكدسة بطوابير السيارات التي تبحث عن السولار. السولار ده مهم جدا لانه ميكروباص ووسائل نقل طبقه متوسطه، الحركه كلها مرتبطه بيه. فيعني والمشهد السياسي طبعا لا يخفى على السادة المشاهدين، دوله غائبه، سلطه رخوه، جزء من مؤسسات الدوله، اهم مؤسسه مؤسسات الدوله مؤسسه الشرطه مضرب عن العمل، اقسام شرطه معلق بيها العمل، بورسعيد دخل في شهر خارج التاريخ حدش يعرف عنها حاجه. استاذن سيادتك، يعني ايه اقسام شرطه معلق فيها العمل في وجهه نظر سيادتك؟ يعني في مطالب لضباط الشرطه، مطالب انا اراها انها مطالب حقيقيه وملموسه وواقعيه، سواء اتفقنا او اختلفنا عليها، في النهايه عندي مؤسسه من اهم مؤسسات الدوله التي تحفظ السلام والامن الداخلي، لديها مطالب حتى تقوم بأداء دورها، رفعتها إلى القيادة السياسية أكثر من 10 أيام، وحتى هذه اللحظة لم تنظر القيادة السياسية في هذه المطالب، أدى بيهم لأول مرة في تاريخ مصر أن تضرب الشرطة عن العمل. حتى ما نقدرش نقول 86 كان إضراب عن العمل، لأن دي كانت انتفاضة في قطاع بسيط جدا من قطاع الأمن المركزي، وكان بيقوده جنود بسطاء نتيجة حادثة معينة، أول مرة يحصل هذا الكلام. فالنتيجة إن أقسام الشرطة التي تدير الحياة اليومية للمواطنين فيما يتعلق باحتياجاتهم الأمنية في 15 قسم شرطة معلق فيها العمل، ودي كارثة يعني حقيقية. وفي كارثة تانية، إن مديرية الأمن في بورسعيد تم تسليمها للجيش المصري. ده يوم 9/3، يعني عشان يستبقوا مسألة الحكم بتاع المحكمة فيما يتعلق بأحداث بورسعيد. يعني طبعا يعني أنا رأيي إن كانت دي خطوة كويسة، لأنه كان لا يمكن الشرطة هتمارس عملها وتبقى حتى موجودة في هذا اليوم عقب الحكم، ما كانش حد عارف الحكم هيبقى يعني اتجاهاته إيه. إنما في كل الأحوال البلد اقتصاديا آدي الشكل العام، السولار طبعا هيأثر، لو استمرت الأزمة هيأثر على العيش، لأن معظم الأفران في مصر بتشتغل بالسولار، وعندنا حاجات تانية أخرى، عندنا سلطة غائبة، ما فيش حديث من السلطة أو تعليق على ما يدور من أحداث أو اقتراحات حلول. السلطة تستخدم الأداة الوحيدة في يدها التي تتمتع فيها بالأغلبية، وهي أداة التشريع ممثلة في مجلس الشورى، بتحاول أن تحل مشكلات المجتمع من خلال تشريعات عاجلة وسريعة وغير قانونية وغير دستورية، حتى تبدو أنها تبحث عن حلول، مع أن هذه الأزمة السياسية
جزء منها قد يكون تشريع، والجزء الأكبر هو مطلوب حلول سياسية. على سبيل المثال فيما يتعلق بمواجهة إضراب الشرطة واعتصامهم ومطالبهم، فوجئنا أن هم بيدوروا على افتكاسات جديدة، إما تفعيل نص مادة في قانون الإجراءات المادة 37 الخاص بالضبط القضائية، وإما أن هم عاوزين يعملوا لجان شعبية يمنحوها هذه الصفة، وإما مشروع قانون يقدم لمجلس الشورى لتأسيس شركات حراسة وتسليحها يعني بالمخالفة لما هو قائم الآن. وده مش حل، لأنه الأمن مش سلعة، يعني مش لما الأمن ينقص في البلد فأنت تروح تستورد شوية ضباط وعساكر وتجيب مواطنين تلبسهم ضباط شرطة فيبقوا شرطة. يعني دي ما بتحصلش في أي دولة. منظومة متكاملة يعني ما ينفعش. الأمن هو إحساس، هو شعور. أنا وحضرتك بنبقى في الشارع ما فيش ضابط ولا في عسكري، بس عندنا إحساس وعندنا شعور إن في أمن في البلد، مش لازم أشوف ضابط ومش لازم أشوف عربيات شرطة بتلف. فالأمن شعور، عمره ما كان سلعة. فيأتي النظام السياسي اللي يتعامل مع الأمن باعتباره سلعة ناقصة زيه زي السولار، فدي تبقى مشكلة كبيرة وكارثة كبيرة، وهتفتح الباب لتفسخات في المجتمع وانهيارات ومواجهات بين المواطنين بعضهم البعض. فأدي المشهد. على الناحية الثالثة والصورة الثالثة هو غياب العدالة. مفيش، هات لي قضية واحدة تم التحقيق فيها وإحالتها حتى للمحاكم في كل القضايا اللي احنا متابعينها خلال الفترة الفاتت، بما فيها من أول الشهداء حتى انتهاك حقوق الإعلاميين إلى الاعتداء على المعارضين السياسيين إلى قضية الحسين أبو ضيف اللي تم اغتياله إلى أحداث قصر الاتحادية. كل هذه القضايا حتى هذه اللحظة لم يبت فيها ولم تحال إلى جهات تحقيق محايدة ولم يؤخذ فيها قرار. يبقى عندك اقتصاد منهار، وضع سياسي مرتبك، وسلطة غائبة، وعدالة مفقودة. هو ده الوضع في مصر. والحاجة الوحيدة إنه مجلس الشورى ذات الأغلبية الإخوانية وتيارات الإسلام السياسي الأخرى السلفيين يحاولوا أن يبدو بمظهر أن هناك مؤسسة تشريعية وبيصدروا قوانين. أنا في رأيي أنها قوانين يعني صباح الخير، يعني مش قوانين، يعني لا تمت إلى التشريع اللي هو التشريع. فلسفة التشريع هو المساهمة في تحديث وتطوير المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. إيه اللي بيحصل؟ مفيش حاجة، كله كلام فارغ، حراسات خاصة، تسليح، سقوق، وأهم القوانين اللي احنا محتاجينها واللي دار حواليها جدل كبير وقانون الانتخابات، صدر قانون معيب رغم كل الدعاوى من القوى المدنية الأخرى اللي قالت إن هذا القانون معيب وغير دستوري، حتى أبطلته المحكمة الدستورية. وبندفع ثمن هذا الاستعجال وهذا التعنت استنادا إلى أغلبية زائفة إن هم بيستعرضوا عضلاتهم وبيصدروا قوانين تأتي المحكمة لتصحح عورها وتعيدها إليهم مرة أخرى. طب أستاذ سعيد، سيادتك عارف أن جبهة الإنقاذ كانت معارضة لفكرة أو حتقاطع فكرة الانتخابات بشكل عام، يعني قبل صدور حكم الإدارية بإرجاء الانتخابات. طيب هل المقاطعة دي بنعتبرها ضمنيا رسالة قوية ضد النظام أمام العالم؟ معارضة قوية، رسالة قوية ورسالة واضحة ومختصرة، معناها أن هذه اللعبة لا تتوافر فيها قواعد اللعب النظيف. طالما أن قواعد اللعب النظيف غير متوفرة في لعبة ما، وأنا وأنت نعلم مسبقا أن الظروف والسياق اللي أنا وحضرتك بنلعب فيه سياسيا يعني لصالحك، يبقى ما ينفعش ألعب معاك لأن ده لعب مش عادل مش فير. طبعا رسالة واضحة، وأنا أعتقد أن هذه الرسالة يعني وجدت من يستقبلها لدى النظام السياسي. صحيح هم حاولوا قبل المحكمة الدستورية مطبط لهذا القانون ان هم يجدوا المعارضة اللي على مقاسهم، زي ما كل نظام سياسي بيعمل، زي ما كان حسني مبارك بيدور على معارضة على مقاسه. هم حاولوا مع احزاب اخرى، غد الثورة ومصر القوية الى اخره، حتى يبدو ان هناك انه ما فيش اجماع على فكرة المقاطعة. لكن في النهاية انا وحضرتك والسادة المشاهدين عارفين فين المعارضة وفين القوى المدنية وفين الناس اللي متواطئة مع النظام السياسي. فحتى هذه الدعوة لإيجاد معارضة على مقاس النظام السياسي، هذه الدعوة فشلت، وربنا أكرمنا إنه المحكمة الدستورية أبطلت هذا القانون المعيب. هو كان في أحد السادة الضيوف قال إن أنت لما بتقاطع من قبل يعني من قبل الانتخابات، ده معناه أنك ضعيف وإنك مش بنفس القوة اللي المنافس أو الخصم بيها. فقال لي أنا بعتبر إن ده يعني استباق للأحداث. هي وجهات نظر، كل واحد يعني بيتبنى وجهة نظر ويؤصلها بناء على قناعاته.
طبعا وجهة نظر محترمة خاصة بالسيد الذي ذكرها، وفي ناس كتير أكيد مأيدة وجهة النظر دي، في ناس تشوف أن المعارضة غياب عن الملعب السياسي. بس زي ما قلت لحضرتك في الأول، أنا هلعب مع حضرتك ليه وأنا عارف أنه الحكم متواطئ معاك، الحكم مرتشي واخد فلوس كده كده هيكسبك المباراة. السياق الذي كانت ستجرى فيه الانتخابات ليس في صالح القوى المدنية. أنت حضرتك لما تكلمني عن انتخابات هتجرى على عجل وبسرعة شديدة ودون إجراء حوار حول القانون المنظم للانتخابات، وانت بتقول لي عاوزين نعمل انتخابات وعندك 3-4 محافظات تقريبا شبه مغلقة ولا تسير فيها الحياة بشكل طبيعي، ودول فيهم أكتر من 100 مقعد يعني بيمثلوا تقريبا ربع البرلمان أو أقل قليلا، مش هيبقى فيها انتخابات، يبقى حضرتك يعني أنا أخد الانتخابات على أساس إيه؟ مجرد تمثيل مشرف؟ في ناس عاوزة تعمل تمثيل مشرف ما يهمهاش النتيجة، وفي ناس مقتنعة أنه لازم عشان نلعب بقواعد صح. أنا أقول لسيادتك الرأي الآخر بيقول إيه؟ بيقول إن الظروف بتاعة الانتخابات السابقة بتاعة البرلمان اللي هو اتلغى كانت برضو ظروف سيئة، لكن استطعنا أن احنا نروح وننتخب وإلى آخر. هناك اختلاف تام بين الظروف التي السياق الذي أجريت فيه الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات عقب الثورة وهذه الانتخابات، لأنه أولا كان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد، أصدر قانون الانتخاب في ذلك الوقت، صحيح كان قانون معيب لأنه يعني وسع من الدوائر الانتخابية إلى حد ما، ولكن القوى السياسية التي كانت ستقود الانتخابات جميعها كان هناك توافق ضمني فيما بينها، ممكن يعني مش عاوز أقولك اتفاق صريح، لكن فيما بينها على أنهم يواجهون عدو واحد هو المجلس العسكري، عدو سياسي يعني المجلس العسكري، وأنهم يريدوا أن يخوضوا الانتخابات بطريقة تمنحهم التمثيل التشريعي بما يسمح بتقليص صلاحيات المجلس العسكري. عشان كده الانتهاكات أو التجاوزات أو المخالفات، المجلس العسكري ما كانش من صالحه أنه يتدخل في العملية الانتخابية تدخل مباشر، وده احنا أثبتناه وقتها للحقيقة وللتاريخ يعني ما تدخلش، وأثبتت التجربة أن هذه الانتخابات شهدت انقسام وانحاد وصراع وتناحر بين الإخوان المسلمين أو بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور. لو حضرتك تتذكر في كل مرحلة من المراحل كان المشهد العام أن هناك صراع على من يمثل الإسلام التمثيل الصحيح في ذلك الوقت، وما حدث من تجاوزات. لكن أنت بتتكلم عن سياق آخر مختلف، هذه الانتخابات يجريها نظام سياسي مرجعيته إخوان مسلمين تحالف جزئيا مع حزب النور السلفي، هو من مصلحته أن يبحث عن أغلبية تشريعية تنتمي إلى فصيله السياسي، عشان الدستور الجديد اللي هو عمله رئيس الحكومة له صلاحيات واسعة ويشترك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للبلاد وله صلاحيات واسعة، فمن مصلحته أن يأتي رئيسا للوزراء من ذات الفصيل اللي هو فصيل الإخوان المسلمين، فأنت عندك السياق مختلف. أنا آسف يعني هذه وجهة نظر تعوزها الدقة فيما يتعلق بالسياق، من كان يدير البلاد في ذلك الوقت ومن يدير البلاد الآن، ما هو شكل القانون الذي أصدره المجلس العسكري قانون الانتخابات في ذلك الوقت وشكل القانون الآن، ما هو وضع الثوار في الشارع ووضع الثوار الآن. سيادتك عايز تقول المقارنة مش عادلة. قياس مع الفرق، وأنا عشان أوصل لنتيجة منطقية لازم أحط مقدمات منطقية، فأنا بقول لحضرتك هذه المقدمات. أنت تتحدث عن ثوار كانوا لازالوا معتصمين في محمد محمود، وحضرتك تتذكر الشرعية للميدان مش للبرلمان، وكانت تضغط على القوى السياسية من أجل أن تحقق الثورة أهدافها. أنت الآن تجري هذه الانتخابات في ظل سياق شباب الثورة رموزهم، جزء كبير من رموزهم تم اغتياله في الشارع بأيدي الطرف الثالث، مش عاوزين نتهم حد، لكن أنت تتحدث عن أدمن صفحات مختلفة مع الإخوان المسلمين، صحفيين كانوا بيعرضوا الإخوان المسلمين، أنت تتحدث عن ثوار تم إهانتهم وتم تعليقهم على أبواب الاتحادية، وثوار تم اغتيالهم من رموز الثوار الحقيقي اللي موجودين في الشارع، في حين أن الثوار أثناء الانتخابات الثانية كانت ضد. ولو تتذكر حضرتك أنه حتى بعد تشكيل البرلمان ذهب الثوار إلى مجلس الشعب اعتراضا على هذا البرلمان وتصدى لهم في ذلك الوقت تار الإخوة المسلمين. فالقياس مع الفرق هنا دي مقدمات غير صحيحة، أن أنا أقول المناخ واحد أدت بنا في النهاية أنها النتيجة غير صحيحة، ما تقول أنه المقاطعة معناها غيابة عن الشارع السياسي. أصل أنت الانتخابات دي مش معناها ان احنا مفيش برامج، هذه الانتخابات ليها حاجه واحده بس، عيش حريه عداله اجتماعيه. هو كل القوى المدنيه التي تريد ان تخوض هذه الانتخابات تريد ان تحصل على اغلبيه برلمانيه تؤهلها من اصدار تشريعات وقوانين تسمح بتحقيق اهداف الثوره. هو ده، مفيش حد عاوز يقول هدخل ميه ولا هدخل كهرباء في البيوت ولا هعمل لكم مجاري، مفيش الكلام ده. الناس عاوزه برلمان يعبر عن الثوره،
فالقوى المدنية عاوزة برلمان يعبر عن الثورة من خلال إيه؟ تشريعات تحقق أهداف الثورة، تشريعات اقتصادية، تشريعات سياسية، تشريعات ديمقراطية، تعديل المواد الدستور المعيبة اللي موجودة. فهو دي البرامج بتاعت الناس. إحنا بنتنافس على إيه؟ هو صراع بين قوى مدنية تريد أن تحقق أهداف الثورة وقوى أخرى هي في السلطة الآن وتريد أن تذهب بالبلد إلى طريق أخر. سيادتك شايف أن في علاقة لتوقيت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالانتخابات؟ طبعا. يعني من غير فلسفة ومن غير تنظير، وزير الخارجية الأمريكي جاء يلعب دور يسموه معرفش بالإنجليش ميديوتر ولا وسيط بين النظام الإخوان المسلمين وبين القوى المدنية الأخرى ممثلة في جبهة الإنقاذ، لأن الآن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هي مع النظام السياسي القائم الإخوان المسلمين. من غير فلسفة ومن غير ما أطول عليك، خلاص هي الولايات المتحدة قعدت آخر 5 سنين تفكر أنه يمكن الاستعانة بتيارات الإسلام السياسي من الفصيل الإخوان المسلمين لمواجهة التيارات المتشددة من القاعدة والتيارات الأخرى الأصولية الأكثر تشددا ومواجهة المد الشيعي في إيران، وشاف أن الإخوان ببعض التفاهمات دول ناس بتوع سلطة نقدر نتفاهم معهم وهم تفاهموا مع بعض. وحضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين أن إسرائيل الآن تعيش أزهى عصور الرفاهية والرخاء في ظل حكم الإخوان المسلمين في مصر، والدور الذي تلعبه النظام السياسي في مصر مع حركة حماس من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة. فهي مصالح الولايات المتحدة الآن مع الإخوان المسلمين، وبعدين هم لسه مصالحهم ما خلصتش، فعشان مصالحهم يعني يحافظوا على بقائها ويحققوا الهدف اللي هم يبحثوا عنه من خلال تحالفه مع الإخوان المسلمين، فجم يتكلموا مع المعارضة إن هي تحاول جون كيري يعني الخارجية الأمريكية تقنع المعارضة بقبول قواعد اللعبة وتقنع على الجانب الآخر النظام السياسي الإخوان المسلمين بضرورة تقديم بعض التنازلات الجزئية التي تسمح باستيعاب جبهة الإنقاذ والقوى المدنية الأخرى. ده ممثل في الدعوة للحوار وشوفنا ما دي. بس عاوز أقولك إن ده كان يعني كانت وسطه في دي في هذه النقطة، وفي حاجتين تاني. الحاجة التانية هو عاوز يشوف وضع الجيش ويرسل رسالة إلى الجيش المصري إنه ده مش وقت انقلابات وإن إحنا لن نسمح إنه يحصل انقلاب، حتى لو الناس عاوزاكوا في الشارع مش هينفع. وإنت عارف مدى الارتباط ما بين المؤسسة أو الجيش وزارة الدفاع الأمريكية والجيش يعني المصري. أفهم من كلام سيادتك إنه هو بيملي شروطه؟ طبعا يعني يملي شروطه، يعطي توجيهات، يعبر عن وجهة نظر. دي علاقات استراتيجية، أعتبرها استطلاع. لا، دي علاقات استراتيجية، يعني علاقات استراتيجية بين الجيش المصري وبين بموجب اتفاقية السلام، في تفاهمات وفي معونات عسكرية وفي قطع غيار وفي ضباط مصريين بيروحوا يتدربوا هناك. يعني في علاقة تاريخية بين الجيش المصري المؤسسة العسكرية في مصر خلينا نقول والمؤسسة الأمريكية. والحاجة الثالثة اللي حضرتك بتاع يعني في متعلق بالزيارة انه هو القضية المعلقة الخاصة بالتمويل المنظمات الأمريكية اللي بقالها سنة والأمريكان عاوزين يعرفوا رأسهم من رجليهم، بعد ما مشي الراجل بيومين فوجئنا أنها اتحجزت للحكم في يونيو المقبل خلاص. وبناء عليه المقابل ما أي صفقة بين اتنين، مش لازم في حد هياخد وهندي بعض حاجة، ولا صفقة أنا بعملها مع نفسي، أنا بعمل صفقة مع حضرتك فأكيد أنا هديك وانت هتدين. يعني في ما يعني في حاجتين، الحاجة التانية في فلوس هيتم الإفراج عنها، 190 مليون دولار متعطلين شوية هيفرجوا عنهم للنظام السياسي عشان يساعدوه في أزمته. أدي الموضوع باختصار. الدولة الولايات المتحدة تبحث عن مصلحتها، أبدا حقها. هي العلاقات بين الدول قائمة على الحب والعطف والحنان؟ لا، قائمة على المصالح. الولايات المتحدة مصلحتها الآن مع النظام السياسي اللي هو الإخوان المسلمين. وأنا خليني أقول لك، أنا كراجل حقوقي وأعمل في مجال العمل الأهلي، ده مرتبط أيضا إنه أنت لو ألقيت نظرة على الجهات المانحة في الولايات المتحدة التي كانت تمول بملايين الدولارات المنظمات الأهلية لمراقبة الانتخابات ودعم الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية وحرية المرأة، هتكتشف أنه في 6 شهور الأخيرة مفيش ولا مليم. ليه؟ لأنه مش مصلحته أن يفتح ملف يعني يثير القلق لنظام سياسي هو لا يريد أن يحرجه. هي منظومة متكاملة، الناس بتدور عن مصالحها، وإحنا كمان لازم ندور عن مصلحتنا كشعب. يعني تدور عن مصلحته زي ما الإخوان المسلمين بيدوروا عن مصلحتهم الخاصة والذاتية الخاصة بالجماعة، ازاي يتمكنوا، ازاي يتولوا المناصب، ازاي يرزوا فينا، ازاي يقرفونا. فهم احنا كمان من حقنا ان احنا ندور على مصلحتنا. مصلحتنا في ايه؟ هو تحقيق هدف الثورة بس. الناس قامت بثورة عشان 3 حاجات، فاحنا مصلحتنا هم ال3 حاجات دول. فهو ده الوضع السياسي العام اللي موجود الان. طيب، البعض بيتساءل يا استاذ سعيد، هل هناك مسندة أوروبية أمريكية
لنظام حكم الإخوان في مصر؟ شوف، هو اللاعب الرئيسي الأمريكي، اللاعب الرئيسي والأساسي في هذه المنطقة هم الأمريكان والأوروبيين، يعني حسب تفاهماتهم مع الولايات المتحدة، على حسب يعني هم عاوزين من بعض إيه. إنما طبعا في رضاء كامل وتام زي ما شرحت لحضرتك إن الولايات المتحدة مصلحتها مع النظام السياسي القائم، دي ما فيهاش كلام وفيهاش شك. الأوروبيين يعني شوف في وجهات نظر أمزجة مختلفة، ناس شايفة إن حقوق المرأة يعني في مصر كده مش هينفع، طب نظبطها إزاي؟ ناس شايفة إن وضع الأقليات في مصر تتعرض إلى قيود وانتهاكات، طب دي محتاجين نتكلم فيها شوية، لأنه الولايات المتحدة في النهاية دولة، لكن الأوروبيين دول الاتحاد الأوروبي دول عديدة ولها ثقافات مختلفة وعندها تراث ليبرالي يعني مؤمن جدا بقضية حقوق الإنسان. لكن في النهاية الاتحاد الأوروبي في وقت من الأوقات تلتقي مصالحه مع النظام السياسي في مصر أو تتعارض مصالحه، أحيانا بيصدر تصريحات، يعني كان في تصريحات لسفيرة الاتحاد الأوروبي من فترة إنها انتقدت الإعلان الدستوري مثلا لما صدر. الأمريكان ما علقوش عليه لكن الأوروبيين علقوا عليه. إنما اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة العلاقات الاستراتيجية أو المصلحة المباشرة للنظام السياسي المصري هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. البعض طالب زي ما سيادتك عارف بعودة الحكم العسكري مرة أخرى وتولي الفريق أول السيسي هذه المهمة، كيف يراها أستاذ سعيد عبد الحافظ؟ شوف، احنا مش عاوزين نقول الحكم العسكري، يعني في بعض الدعاوى من قبل بعض الرموز والتيارات المدنية في مصر إلى أن يكون الجيش أو المؤسسة العسكرية وسيط أمين بين الشعب وبين الدولة، بمعنى أنه يأتي لمهمة محددة لا ليحكم ولكن ليعيد ترتيب الفترة الانتقالية بما يسمح بتحقيق أهداف الثورة اللي بيها هذا النظام السياسي القائم نظام معادل للديمقراطية، معادل لحقوق الإنسان، معادل للمرأة. فيأتي الجيش أو تأتي المؤسسة العسكرية لتعيد ترتيب الأوضاع بما يسمح به دستور جديد يحدث عليه توافق بين القوى اللي موجودة في المجتمع، دستور يسمح بتكريس مفهوم الدولة الوطنية اللي مصر عارفاها من عشرات السنين، دستور يسمح بإعطاء حرية للمواطن دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس إلى آخره، إصدار قانون للانتخابات يسمح بقواعد عادلة للعبة تداول السلطة في مصر، ترتيب الأوضاع بما يسمح بإصدار بعض القوانين التي تضمن إطار ديمقراطي مفتوح للجميع، ثم يغيب المجلس العسكري أو المؤسسة العسكرية عن المشهد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وترتيب مؤسسات الدولة. دي وجهة نظر بعض الناس، وفي وجهة نظر تانية تقول لأ، نحن عاوزين الجيش يحكم تاني والجيش أرحم من الإخوان. وجهة النظر الأولى أنا ممكن أقبلها في سياق وفي ظروف معينة وإن كنت ما أحبهاش برضو، ووجهة النظر التانية أنا مختلف معها تماما، لأن إحنا كان عندنا تجربة للمؤسسة العسكرية في ذلك الوقت. صحيح إن الفريق السيسي ليس المشير طنطاوي، لكن في النهاية مش عاوزين دايما نبقى أسرى فكرة إما الحكم الديني وإما الحكم العسكري، وكمان لأنه الجيش عنده مهام، إحنا نحب دايما جيشنا تبقى صورته بيضاء دائما في عيوننا ونفتكر له كل الخير، مش عاوزين جنودنا يتعرضوا ليه مثل ما تعرضوا ليه في الفترة اللي تولى فيها المجلس العسكري، عاوزينه دايما مهمته هي حماية الدولة المصرية، حتى لو استعنا به في بعض المهام الجزئية في الداخل لحماية بعض المنشآت هذا مقبول، لكن أن يعود المجلس العسكري إلى اللعبة السياسية من جديد بكل ما فيها من مؤامرات وائتلافات وتحالفات وفتن إلى آخره، هذا يضر، أولا يضر بالدولة المدنية ويضر بالجيش نفسه. طيب أستاذ، سيادتك معنا أستاذ محمد عبد السلام من الجيزة. ألو 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 باشا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل أستاذ محمد. ماشاء الله، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. أستأذن سيادتك بس توطي التلفزيون من فضلك. أنا عايز بس أتكلم يعني كلام بكل بساطة وكل أنا بقى مواطن مصري، مواطن مصري بسيط. ماشي يا فندم. أستأذنك بس نوطي التلفزيون. وده وطننا والوطن ده للجميع، سواء كان مسلمين او نصارى او خلافه. فانا اقدر اقول لك كلمتين اثنين اللي انا شايفه ده كله اللي بيحصل. انا اقول فتن؟ مش فتن، مفيش فتن في مصر، مفيش فتن في مصر ايا كان. ده كلام ده الناس اللي بتقوله عشان خاطر لاعمال هم او حاجات في دماغهم هم.
كويس، مفيش اي فتى نهائي. انا لا منحاز مع ليكم مصر ايا كان، بس المهم مصلحة الناس. انا راجل صدق بقى، عندي انا ما عنديش عربيات ولا عندي اي حاجه خالص على ستر ربنا، ولا اعرف يعني ايه دستور، ولا اعرف يعني ايه قوانين طوارئ، ولا اعرف حضرتك تتكلم عليه، ولا الراجل اللي جنبك ده بيتكلم على ايه. انا لو فقت انا اللي هطلع، ولو الناس الطبقه بتاعتنا دي طلعت وهي دي تبقى دي الثوره الحقيقيه. انا عايز انبه لحاجه، السولر ده اللي هو اللي كان في البنزينه في ايام حسن مبارك صدق كان موجود، السولر متوفر، هل مصر دي زي ما بتقول ما فيهاش؟ طب النهارده كم بلد بتتكلم على البترول؟ كم محافظه فيها بترول؟ والناس دي بتتعارك عشان اكل عيشها، يبقى مش الناس دي مش فتن. وصلت الوزير ماسك بترول ولازم يوفر الجاز. وصلت رسالتك استاذ محمد، بشكرك يا فندم استاذ، بشكرك استاذ محمد عبد السلام من الجيزه. استاذ سعيد لو سيادتك عايز تعلق. يعني ما فهمتش معظم كلامه، لكن هو بيقول ما فيش فتن، يعني هو ما اعرفش هو حتى يقصد ايه بنوع الفتن. هل ما فيش فتنه دينيه في مصر؟ ما فيش فتنه سياسيه؟ ما فيش فتن اقتصاديه؟ الناس ما بتضربش بعض عشان السولار؟ يعني الوضع الاقتصادي كويس؟ يعني بلاش فتن، خلينا نقول مفيش مشكلات اقتصاديه في مصر، مفيش مشكلات لمواطنين مصريين مسيحيين مثلا كنيسهم بتتهد ولا بيوتهم بتتحرق ولا بيمشوا من بيوتهم، مفيش مواطنين مصريين في ليبيا مثلا بيتم معاملتهم معامله سيئه، مفيش واحد اسمه عزت مات امبارح، يعني في مشاكل. ما هو احنا عندنا حلين، اما الحل الاولاني ان احنا ننكر كل المشاكل وتبقى الحياه جميله وساعتها كلنا هنروح بيوتنا ونتغطى بالبطانيه وخلاص، ده كويس برضه، يعني ده مريح للاعصاب. والحاجه الثانيه ان احنا لازم نتكلم عن مشاكلنا، واحنا بنتكلم عن مشاكلنا وما بنتكلمش يعني لا نشعل الفتن، نحن نتحدث عن مشاكلنا من منظور وطني، احنا مش خواجات، احنا بنتكلم عن المشكلات اللي احنا شايفينها. وفي نفس الوقت طول ما بيبقى عندنا حل او نمتلك بعض الحلول بنقولها، لان احنا عاوزين بلدنا تبقى كويسه، والا ان احنا نقول حياه جميله واحنا مش واخدين بالنا من الصوره، متهيألي يعني مش هنوصل يعني انا بشوف ده في قنوات، في بعض القنوات بتقول لك الحياه كويسه والناس دول متامرين وهم اللي بيصنعوا الحدث، لكن الحقيقه انه في ناس في التحرير بيتثبتوا وبيعتدى عليهم بيتاخد منهم اتاوى، وفي شباب بيموت في المظاهرات، وفي بورسعيد تعاني بقالها شهر، وفي المحله بتعاني، في يعني في مشاكل، متهيألي في مشاكل، بلاش فتن. طيب هل سيادتك كنت تتوقع في وجود المشاكل دي ان الانتخابات توقيتها كده كان مناسب؟ لا طبعا مش مناسب. انا شرحت لحضرتك السياق اللي كانت هتجرى فيه الانتخابات. اولا عندك 100 مقعد مش هينفع تعمل فيهم انتخابات. اقول لك مش هينفع ليه؟ اقول لك يمكن انت مش مصدقني. اقول لك اولا مفيش 100 قاضي كان هيوافق ان هو يروح يشرف على الانتخابات على الاقل مثلا في بورسعيد والدقهليه، متهيألي احنا متفقين مش مستقر خلاص. يعني امنيا القاضي اللي بيأمنه الداخليه، والداخليه اصلا مسكينه يا عيني، يعني ربنا يكون في عونها، اصلا كانت بتهرب من الشوارع، فما كانش في قضاء، فكانت هتجرى الانتخابات لو اجريت في ظل غياب اشراف كامل ادي واحد. اثنين، مين هيمارس الدعايه الانتخابيه بتاعته؟ يعني انا دلوقتي هروح بورسعيد وهذه المحافظة الملتهبة هي والدقهلية، واروح اقول لهم انا مرشح الانتخابات وانا من جبهة الانقاذ وانا ناصري وانا اشتراكي وانا شيوعي وانا وفدي، مين هيسمع الكلام ده؟ ومين هيلتقي بمين؟ وهيقعدوا مع بعض يعملوا سرادق ازاي؟ ويتكلموا في ايه؟ يعني فالاجراءات اللوجستية حتى اللي كان المفروض تجرى فيها الانتخابات غير متوفرة، ادي واحد. اثنين، المناخ الاعلامي، هل تعتقد حضرتك انه الاعلام كان سيتوجه لتغطية الانتخابات ويترك كل المشكلات اللي احنا بنشوفها، اللي هي المشكلات مش فتن، المشكلات مظاهرات، ناس بتموت، شرطه مضربه عن العمل الى اخره، يعني ازاي؟ كانت هتجرى فيها الانتخابات ازاي؟ اولا لا في تكافؤ فرص، ولا في اجراءات لوجستيه، ولا في قضاه هيوافقوا ان هم في ظل التوترات دي، ولا في حد عنده استعداد من الناخبين انه يلتقي بمرشح ولا يناقشوا حتى في برنامجه. زائد كمان دعاوى الكراهيه اللي موجوده، ما انت دلوقتي عندك فريقين، فريق مع الله وفريق مع الشيطان. فانت بقى هتجري انتخابات في ظل هذا الاحتقان، احنا بنقول الناس دول يسيئوا للدين الصحيح وهم شايفيننا علمانيين وكفر، هتجري انتخابات على ارضيه فريق وفريق؟ خد بالك ان جبهه الانقاذ كلها في سله واحده، يعني كلهم علمانيين وكفره وضد الدين ومش بيكرهوا الاخوان ولا سمين، ده بيكرهوا الاسلام، كله ده في سله. هتجري انتخابات في ظل هذا المناخ المحتقن؟ طب ازاي؟ يعني الانتخابات حتى عاوزه
مناورات سياسية وإقناع. طب خليني أكون أكثر دقة، هل الأستاذ سعيد عبد الحافظ كمحامي وناشط حقوقي يتوقع أن تجرى انتخابات؟ آه تجرى انتخابات بس مش دلوقتي، يعني هينتظروا الحكم؟ طبعا هم لازم بينتظروا الحكم، يعني المفروض أنهم ينتظروا الحكم، بس هي كانت الفكرة التعجيل ببرلمان للحصول على أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة وتمرير بعض القوانين اللي هي القوانين العباسية اللي هم بيحاولوا يعملوها دي بأغلبيته، فده منفعش. منفعش الأسباب كتير، مش عاوز أبقى سيء إني أقولك إن هذا الحكم كان متوقع، يعني مش عاوز أبقى أوصل يعني يبقى خيالي واسع ده أقولك هذا الحكم كان متوقع، وإن هذا الحكم يعني أعطى فرصة للجميع لالتقاط الأنفاس، أعطى فرصة للإخوان المسلمين اللي بتحكم إن هم يعني يعيدوا ترتيب الأوراق، وأعطى فرصة لجبهة الإنقاذ إن هي كمان تلملم نفسها وتكون أكثر قوة في مواجهة النظام السياسي القائم. إنما الانتخابات هتجرى هتجرى، ولكن بوساطة أمريكية، بعضها هيبقى معلن وبعضها هيبقى سري من أجل تقريب وجهات النظر بما يسمح بحد أدنى للشروط والمعايير الموضوعية لأن تخوض القوى السياسية للانتخابات، لأنه في الحقيقة هو لا بديل عن الانتخابات. إحنا مش ضد الانتخابات كوسيلة لتداول السلم والسلطة، إحنا ضد أن القواعد المنظمة للانتخابات تكون لصالح أو منحازة لتيار سياسي بعيد. فالانتخابات هتجرى هتجرى، بس هي محتاجة وقت، الإخوان بيفكروا إيه هي مدى التنازلات اللي يقدروا يقدموها، وجبهة الإنقاذ هتعيد ترتيب أوراقها لأنه في 2 أو 3 فريقين أو 3 من جبهة الإنقاذ قرروا أنهم يخوضوا الانتخابات، وده أضعف الجبهة أمام الرأي العام، لكن هتجرى الانتخابات بحد أدنى، وحلها هو انتظار المحكمة الدستورية للأسف المحكمة الإدارية أن المحكمة الإدارية العليا أن تدلو بدلوها النهائي فيما يتعلق بقانون الانتخابات، وبعد كده تجرى الانتخابات على أساس الإرشادات والحيثيات التي وضعتها المحكمة لإقرار نظام انتخابي يسمح بتكافؤ الفرص بين المرشحين. طيب هو موضوع الضبطية القضائية عمل أزمة وأراء كتير تضربت، فسيادتك كناشط حقوقي يعني شايف قانون الضبطية القضائية من أنهي زاوية؟ طيب أنا هشرحه للناس اللي هي مش دراستها القانون. الضبطية القضائية موجودة في المادة 37 من قانون الإجراءات. إيه هي الضبطية القضائية؟ الضبطية القضائية دي إنه بعض أولا ضباط الشرطة وبعض الموظفين. طيب هستأذن سيادتك لحظة واحدة بس ناخد مداخلة معايا مدام ميري من مدينة 6 أكتوبر. ألو ألو ألو، أستأذن سيادتك تعالي صوتك شوية. ألو، أهلا بيك يا فندم، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. بكلم حضرتك دلوقتي، الضرب اللي في شبرا وفي إجرام في شبرا، يعني أختي خارجة رايحة الشغل، جا رايحة أشغلها الصبح، التاكسي عدى عليها شد الشنطة من إيدها وفضل ينحل فيها في الشارع لغاية لما شد الشنطة من إيدها وضربها وجري بيها وفضلت تنحل في الشارع. يعني تعرضت للسطو يا فندم؟ وبعدين ينفع كده؟ هو اخواتنا مش عارفين يروح اشغلهم، احنا مش بنخرج واحنا خايفين، نعمل ايه؟ طيب نعم. طيب وصلت رسالتك مدام ميري، وحيرد عليكي استاذ سعيد. بشكرك يا فندم. مدام ميري من 6 اكتوبر. قبل ما سيادتك تشرح الضبطية القضائية يا ريت. انا بصراحة الامانة يعني مع احترامي الكامل وتقديري لاي قطاع بيضرب، وهذه دعوة مشروعة وحق مشروع للناس، لكن أنا في الحقيقة عاوز أناشد رجال الشرطة إن هم رسالتهم وصلت ونحن علمنا بمطالبكم المشروعة، فأتمنى أن تعودوا إلى عملكم ولا تتركوا الساحة خالية لبعض التيارات المتشددة أن تحمل السلاح بحجة تحقيق الأمن، أو تعطوا الفرصة للبلطجيه والخارجين على القانون. مدام ميري بتقول ان اختها اتخذت منها شنطه، وكمان غيابهم بيعطي الفرصه للبلطجيه والخارجين على القانون والناس اللي بتصطاد في الماء العكره اللي هم الحراميه والبلطجيه ان هم يؤذوا الشعب المصري. انتوا طول الوقت كل ما بشوفهم في برامج بيقولوا احنا مصريين، احنا مش كذا، احنا بنحب البلد. لو بتحبوا البلد رسالتكم وصلت، ارجوكم علقوا لافتاتكم واعربوا عن مطالبكم وتوجهوا إلى الإعلام بمطالبكم
والى كل القنوات اللي موجوده في المجتمع، مجتمع مدني واحزاب الى اخره، ولكن لا تتركوا عملكم، لانه انتوا كده بتعطوا الفرصه لتيارات دينيه متشدده تحمل السلاح، وبتدوا فرصه للخارجين عن القانون يهددوا الامنين، وده مش في مصلحته، وينتقص حتى من قيمتهم ومن دورهم باعتبارهم هم المسؤولين عن حفاظ المجتمع والامن في البلد. تمام. قبل المداخله كنت سيادتك بتتكلم عن قانون الضبطيه القضائيه. الماده 37 قانون الاجراءات دي بتعطي لضباط الشرطه اسمه مامور ضبط قضائي. يعني ايه مامور ضبط قضائي؟ لما بيشوف جريمه بيتحفظ على المرتكب الجريمه ويفتشه ويفتش بيته بتاعه وياخده يوديه لاسم الشرطه. والقانون اعطى لبعض الموظفين العموميين صلاحيه الضبط القضائي زي مامور الجمرك. حضرتك في الجمرك ده راجل مدني موظف عادي جدا، مفتش التموين بيفتش برضو. مفتش التموين والضرايب بيفتش ويلاقي حاجه فياخدك ويوديك. طبعا هو 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 القانون موجود، نص الماده موجود، ما احنا عارفين، بس انا افهم انه الجرائم في مصر يعني هي جرائم سياسيه اكتر منها جنائيه. احنا الجرائم الجنائيه دي سمعناها اخر 3 ايام لما بداوا يتكلموا على ضبط القضائي، بس قبل كده كلها جرائم سياسيه، عصيان مدني، تظاهر، احتكاك برجال الشرطه، تجمعات سلميه الى اخره. فيعني مين مواطن هيقدر يبقى عنده صلاحية الضبط القضائي لمجموعة من المتظاهرين أو لخمسة ستة حتى بيهاجموا مدرعة يعني بالعقل؟ حاجة تانية إنه نوع من أنواع التدليس. المادة 37 قصرت حالة الضبط القضائي للمواطنين في حالة التلبس فقط، التلبس بارتكاب الجريمة. والتلبس ده ليه شروط 3، لازم التلبس يبقى بطريقة معينة ما فيهاش احتيال، ولازم يبقى الراجل اللي ارتكب الجريمة موجود، ولازم يبقى الراجل اللي ضبط حالة التلبس شافه رؤية العين، محدش قال له ولا حد كلمه في التليفون قال له الحق ده بيضربه سمير قميص فيروح يقبض على الناس اللي سمير، لازم تشوفها، وبعدين المحكمة بتراقب توفر حالة التلبس. يعني قصة طويلة. هو احنا يعني انا مش فاهم، هو ده وقت نعطي صلاحيات للمواطنين ان هم يضربوا بعض؟ طب انا حضرتك شكلك مش عاجبني، هوقفك في الشارع. فكرة الشرطة قائمة على إن إحنا ضمنياً عارفين أن هذا الرجل هو ضابط شرطة، القانون أعطاه الحق في أن ينتهك بعض خصوصياتي، وأنا باعتباري مواطن عندي حالة من حالات الرضا إزاء الإجراءات اللي بياخدها رجل الشرطة. لكن أنت لو جيت لبدقنك وجلبيتك وبنطلونك وقعدت تقول لي مين دي، رايح فين، جاي منين، أنا هقبل ده؟ مش هقبله. مش كده؟ هيخليني بقى أسأل سيادتك عن تصريح لصفوة عبد الغني، قال في حال غياب الشرطة سنشكل لجانا شعبية لحماية الممتلكات. شايف سيادتك التصريح ده ازاي؟ مع تقديري لتصريح الدكتور صفوت، انا عاوز اقول له يا دكتور صفوت، انا اعلم انك رجل عاقل ومحترم، هذه دعوة يعني في هذا الوقت نقدر نسميها دعوة مريبة، لان كده بنفتح الباب لكل تشكيلات وتنظيمات وفصائل منظمة أن تشكل لجان شعبية لحماية الممتلكات والتعرض لخصوصية المواطنين. إحنا مش عاوزين هذه الدعاوى تظهر دلوقتي، عاوزين نتريس قليلا. إحنا عندنا شرطة موجودة عندها مشكلات، الأولى هو حل النظر في مشكلات جهاز الشرطة ورجاله وجنوده والحوار معهم من أجل إعطائهم صلاحيات تمكنهم من العمل وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، بدلا من سد الفراغ بتشكيل لجان شعبية تحمل السلاح. طيب أستاذن سيادتك، معنا أستاذ محمد فتحي من الغربية. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أستاذ محمد. ألو، تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. أنا كنت كاتب حاجة بشرح فيها الوضع اللي بيحصل في مصر. اتفضل يا فندم، بس أستأذن سيادتك توطي صوت التلفزيون من فضلك. اللي مصر واصلة له دلوقتي. أنا مسجون يا حبيبي. ماشي. أنا مسجون يا حبيبتي جواكي، عشقك وقلبي بينبض بهواكي، ورافض اهاجر واسيب اراضيكي، مهما حصل ليا يا بلدي فيكي هفضل عايش علشان احميكي، حاضن بشوق يا ام ايديكي، وكرباجهم مهما يجلس فيا برضه بحلم ليكي بالحريه، بهتف في الميدان والاتحاديه، مع اني ياما شفت الظلم وشربت كاسات المر، والايام عليا ما كانتش بتمر، قدرت برضه
عايش حر، بحلم ببكرة اللي جاي، فاتح صدري للرصاص الحي، مش خايف يا بلد ومكمل، وهقول من تاني ارحل، ومهما حصل لي هتحمل، علشان عيونك انا مكمل، ولو مت اخويا بعد هيكمل، علشان عيونك تتكحل وتتجمد، انا مكمل وهقول من تاني ارحل، ولو مت اخويا بعد هيكمل، علشان عيونك تتكحل. بشكرك أستاذ محمد فتحي من الغربية، شكرا لك يا فندم. هو حب يعبر عن مشاعره من خلال أبيات كتبها، فأنا يعني حس إن هو الرجل يعني عبر عن الجواه من خلال. احنا كلنا هنبقى شعرة بعد كده، الوضع اللي احنا فيه ده كلنا هنبقى شعرة، وممكن نبقى مطربين كمان. فنرجع مرجوعنا تاني، اتفضلي. الضبطية القضائية تفعيلها في ذلك الوقت المريب وإزكاء روح الفتن بين المواطنين من قبل النائب العام المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عاطفيا بل سياسيا. النقطة الثانية، القانون المريب الذي تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين عبر ممثلها من الحرية والعدالة لتأسيس الشركات الخاصة وتسليحها. الدعوة لتشكيل لجان تنفيذ الدفاع شعبية، زي ما قلت وهقول تاني، الأمن مش سلعة، لما تنقص أجيب رجالة وأمسكهم سلاح وأقول لهم احفظوا الأمن. في دولة اسمها قوة نظامية اسمها الشرطة بتحفظ الأمن الداخلي والمنشآت، وقوة خارجية اسمها الجيش تحفظ الدخول، غير كده ما نعرفش. لو إنكم أنتم معترفين إن في دولة، هي دي الدولة، الدولة تمارس سلطتها من خلال سلطة تنفيذية تستعين بقوات نظامية لحفظ الأمن الداخلي والجيش. في دولة ولا ما فيش دولة؟ عاوزين تعملوا ناس تانيين تشيلوهم سلاح يرازوا فينا أكتر ما الناس اللي موجودة؟ ده ما ينفعش. هذه دعوة لحرب أهلية وفتن بين المواطنين بعضهم البعض، وده بمثابة الدعوة لإعطاء غطاء قانوني للطابور الخامس لجماعات الإسلام السياسي الموجودة في مصر. طب كيف تفسر سيادتك تصريح السيد وزير الداخلية لما قال إن جهاز الشرطة لن يكون يوما ما أداة قمع، ونرفض إعادة إنتاج صورة ذهنية تشبه الماضي؟ أفهمه إزاي؟ السيد وزير الداخلية قال كده؟ أنا عاوز أقوله إن كل الكلام الجميل ده يطحضه ممارسات سيادتك في الوزارة من خلال بعض ضباطك وجنودك في الشارع في التعامل مع المتظاهرين. وأرجو إن حضرتك، أتمنى أن تتسق تصريحاتك مع الواقع عشان نقدر نصدقك. احنا حتى هذه اللحظة لسه فاكرين اللي هو احمد جمال اللي ما عادش شهور قليلة في الوزارة، طبعا لا قابلناه ولا شفناه ولا نعرفه، لكن سمعنا بيه وشفنا تصرفاته عند الاتحادية ومع الجيش وأداؤه، عشان كده حبيناه واحترمناه رغم انه ما عادش شهور قليلة. على العكس تماما هذا الوزير الجديد، احنا بلاش الحب والكر، لكن نحن لدينا تحفظات كثيرة على أدائه. فيعني احنا عاوزين الفعل يا سيادة الوزير، مش عاوزين كلام، تعبنا من الكلام. طيب أستاذ سيادتك، ناخد المهندس نادي صابر أمين حزب المصريين الأحرار. ألو. ألو، مساء الخير يا باش مهندس. مساء الخير يا فندم. تفضل سيادتك. أمسي على الأستاذ ومسي حضرتك. أولا قانون الضبطية القضائية ده ما فيش قانون، اتفضل يا فندم، ما فيش قانون ينص على ذلك، لان انا اولا معايا ضبطيه قضائيه حضرتك كمفتش تومين. الضبطيه القضائيه بتبقى يا المفتش التومين او مامور الضرائب، ما فيش قانون بينص ان انا ادي الضبطيه القضائيه لمواطن عادي. انا الضبطيه القضائيه بتاعتي دي في عملي بس، لكن هذا القانون بيؤدي الى حرب أهلية. يعني أنا كاتب كده يافطة، الخطر قادم، الضبطية القضائية للمواطن غير قانونية، وهل انتهى دور الشرطة والحرب الأهلية قادمة؟ فدي ما فيش ضبطية قضائية للمواطن عادي، ما مش من حقه حتى ولا أي قانون ينص على ذلك. فإحنا يا ريت بنقول للسيد نائب العام يراجع نفسه في الموضوع ده،
لان دي ما لهاش اي قانون في الماده 37 في الدستور اللي هو الدستور المطاطي. ده دستور تفصيلي انا مسميه في التحرير ابن يوم وليله. فطبعا ما ينفعش ان انا ادي مواطن عادي ويجي المواطن العادي يمسكني من غير اي حاجه ويقول لي انت متلبس في جريمه كذا كذا. بشكرك باشمهندس نادي صابر امين حزب المصريين الاحرار. الباشمهندس يعني بيؤكد الكلام اللي سيادتك قلته يعني. هي بس الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه وفي حاله وحيده في الماده دي تعطي للمواطن العادي من غير الذي تضمنهم نص الماده مامور الجمرك او الضرائب او التموين حق المواطن العادي جدا ان هو يقبض على مرتكب الجريمه في حاله التلبس فقط، والتلبس دي قصة طويلة ولها شروط يجب أن تتوفر وفي النهاية تخضع لرقابة المحكمة. يعني أنا في العادي جدا لو لقيت واحد مثلا بيقتل واحد ورحت أنا مسكته وتحفظت عليه حتى لا يهرب وسلمته للشرطة أو استنيت لغاية ما الشرطة جات وخدته، هذه إجراءات القبض إجراءات صحيحة، المحكمة بتنظر صحيحة ولا تقول إنه الراجل اللي قبض على القاتل ده شافه والراجل كان معاه السلاح في إيده والمجني عليه موجود في مكان الجريمة، فدي حالة وحيدة هي حالة التلبس. لكن الجرائم اللي مصر يعني عاوزة أو النظام السياسي عاوز يكافحها هي كلها تظاهرات، يعني احتجاجات سلمية من قبل بعض المتظاهرين. وأنا قلت قبل كده لو إنك أنت وأنا معاك إن في بعض البلطجية بيندسوا في التظاهرات السلمية حاجة كويسة أو أنت لا تسحله ولا تضربه بخرطوش ولا أي حاجة، انت عندك مباحث جنائيه زي ما البلطجيه بيندسوا ممكن برضه عناصر الشرطه تبقى مندسه مع المتظاهرين ويشتغلوا تحريات وبحث جنائي. الراجل اللي بيقعد يضرب طوب وملتوف ده اكيد بيروح البيت ما بيقعدش اسبوع كامل واقف في الشارع، اكيد بيروح يستحمى ياكل يشرب يريح شويه يغير هدومه، لما يروح البيت ابقى اروح كده هات قوه واقبض عليه وروح وديه المحكمه. هو ده اللي احنا عاوزينه. قانون، في قانون العقوبات، في باب كامل الجرائم التي تقع على الدولة من الداخل، في بلطجية اقبض عليهم. ما تقوليش انا هخش وسط المنتظرين اجيبهم، لا تعرف تجيبهم بدليل ان ايام حسني مبارك كنت بتخشوا العناصر بتاعتكم بتخش في التظاهرات وتقبض على قيادات المظاهرة من قلب المظاهرة، فانتوا تعرفوا مش عاوزين لا ضرب ولا سحل ولا خرطوش ولا تفقعوا عين حد ولا اي حاجة. اقبضوا على الناس لو انتوا شايفين ان هم بلطجية وان هم بيرتكبوا جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات. إنه بقى شغل انت تضرب بالطوب وانا اضرب بالطوب، الضابط يشتم والشاب يشتم وده يشتم والاشارات اللي بتحصل ده مش ده، هو ده وضع هي دي دوله؟ فمش طب ينفع. استاذ سعيد، موضوع الضبطيه القضائيه خلى بعض الناس تتساءل هل مؤسسه الرئاسه بتدفع عمدا نحو تفكيك مصر واحلال ميليشيات الجماعه محل الشرطه؟ مؤسسه الرئاسه الكلمه دي اصل وقعت على اذني انا بصراحه مش يعني مؤسسة الرئاسة غائبة، خلينا نبقى مهذبين، مؤسسة الرئاسة غائبة ولا تستطيع. ده سؤال بيطرحه البعض يعني. احنا مهذبين يعني، مؤسسة الرئاسة غائبة، هذه مؤسسة غائبة عن إدارة شؤون البلاد، والذي يدير البلاد هي جماعة الإخوان المسلمين، فجماعة الإخوان المسلمين لديها إصرار على أن يستمر الوضع كما هو عليه في حالة تفجر واشتعال دائم، لأن هذا التفجر والاشتعال يمنعنا من التفكير في وسائل لتحقيق أهداف الثورة. إنما مؤسسة الرئاسة غلابة يعني. بس هو البعض قال يا أستاذ سعيد أن الضبطية القضائية تعطي غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية. ما أنا قلت كده من شوية، أنا قلت كده، ده أنا مش قلت غطاء قانوني، قلت ده غطاء قانوني لطابور خامس زي ما كانوا بيعملوا زمان في الحروب كده. دول عاوزين يخلوا عندهم مجموعة من الناس. بص يا أستاذ عادل، أصلي هم بيتعاملوا معانا إن إحنا يعني بننسى. إحنا ما بننساش، هو إحنا نسينا لما اللواء أحمد جمال في بداية عهده بتولي الوزارة مش طلبوا منه شباب الحرية والعدالة وحزب الحرية والعدالة رخص بتسليح سلاح عشان حماية مقراتهم والراجل رفض؟ طيب هم بيفكروا في حاجة جديدة. والحراسات الخاصة دي ليه؟ عشان يبقى عندهم شركاتهم اللي هي تضرب الناس برخصة سلاح شرعية صادرة من الوزير المختص وإدارة الحراسات في وزارة الداخلية وبيبقى بيمارس عمله. هم نكلوا بالناس في الاتحادية فتفضحوا، هم عاوزين يدوروا على أي حاجة ينكلوا بينا وكل واحد مننا ينشوا طلقة في دماغه ويبقى أمور شرعية وقانونية. هو ده اللي بيحصل. طيب قبل ما اروح مع سيادتك للوضع الحقوقي عايز بس اشوف سيادتك شايف المستقبل ازاي
في ظل الأحداث الحالية؟ المستقبل، نحن نسير إلى مستقبل مشرق، وده مش كلام يعني عبسي. لابد لنا أن نمر بهذه التجارب وهذه الانقسامات وهذه الاحتقانات حتى نعبر هذه المرحلة. يعني سيادتك شايف أن الأحداث اللي بتحصل دي قريبة من الطبيعية؟ آه طبعا. بعد أسبوع الآلام جه عيد القيامة. لن تتحقق، لن يأتي العيد الديمقراطية إلا عندما نمر بمرحلة من الآلام. هو ده اللي احنا بنمر بيه. أي حد شايف أن صورة سودة دي مشكلته هو، لكن أنا شايف أن احنا بقالنا أكتر من 50 سنة بنقول لو فلان مشي ده مشي هيجي الإخوان، صح ولا مش صح؟ النغمة دي كان لا يمكن لها أن تتوقف وتحذف من قاموس السياسة في مصر إلا لما نمر بكده، عشان نشوف بقى الرئيس الإخواني وحزب الإخوان وجماعة الإخوان وتصريحات المرشد وخيرة الشاطر، ونشوف كل ده نشوفه ونلمسه ونتعامل معاه، ونشوف إعلامهم ونشوف قنواتهم ونشوف شيوخهم. لازم نمر بهذه الفترة عشان النخبة فاهمة، لكن احنا عاوزين الناس البسيطة. سيادتك متفائل؟ اه طبعا. هو التاريخ عمره ما رجع لورا. التاريخ هو طول عمره ماشي. الى شوف حضرتك، هو التاريخ بيمشي كده. مصر دي احتلوها كام واحد؟ في النهاية وصلت لفين؟ للدكتور محمد مرسي، سبحان الله. فالتاريخ هو كده، يجي تنتهي الملكية فيأتي رئيس، فيأتي رئيس من عامة الشعب، فيأتي كذا فيأتي كذا فيأتي كذا، وبعد الرئيس مرسي. والرئيس مرسي محطة في التاريخ برضه، مفيش حد بيجرش في مصر يعني. اصل ده مش بارك، لا ده دي محطات، كل واحد بتيجي محطته. فانا بقول لحضرتك انه اللي بيحصل ده، كل اللي نتمناه انه ما يبقاش فيه مزيد من الدم ومزيد من الانتهاكات ومزيد من الاحتقانات حتى نصل الى المستقبل المشرق باقل الخسائر. طيب، هو كان في سؤال بيطرح نفسه من احد المداخلات اللي جت لنا، هل السولار والكهرباء بيروحوا غزه؟ بيتسرقوا مننا؟ بيروح. والله على مسؤوليتي، عندي صديق فلسطيني قال لي يعني نحن نعيش ازهى عصور الديمقراطيه، ازهى عصور الرفاهيه. قول لي انت حضرتك، انا اسالك سؤال وانت متابع، اخر مره سمعت ان الكهرباء قطعت هناك ولا مفيش غاز ولا بتاع؟ مفيش. الحياه جميله، سولاركم موجود في غزه يا مصر. هل الاحداث الجاريه الهدف منها اللي بتحصل حاليا، يعني الهدف منها الواقعه بين الشرطه والجيش والشعب؟ يعني في مدرسه سياسيه كده اللي هي لخبطه الاوراق طول ما حضرتك، اللي هي زمان كانت اسمها فرق تسد، يعني معروفه يعني. طول ما حضرتك عاوز تقعد فتره طويله في الحكم وانت مرتاح، اشعل الفتن الداخليه بين القطاعات والمؤسسات والمواطنين المختلفين، تعيش ملك وتطول فترتك. عاوز تقعد الاربع سنين من غير ما حد يعمل، اهو مشي الوضع زي ما هو كده. الناس قاعده بتاكل في بعض، في ناس قطاع كبير مشغول بلقمه العيش، ناس مشغوله بالمرتب، وناس مشغوله بالسولار عشان يركب الميكروباص بتاعه ويروح يجيب فلوس لعياله، واحنا مشغولين بالديمقراطيه وكلنا مشغولين. هم بيعملوا ايه؟ ولا حاجه. الناس بتصلي عادي وبتخرج عادي وبيسافروا بره عادي، والدكتوره باكينا مش راو بتروح الامم المتحده عادي بتتكلم باسم مصر، قوانين في مجلس الشورى ماشيه حدش وقفها، والاعلام بتاعهم شغال، كل حاجه. فدي نظريه سياسيه، لخبط الورق. لما تلخبط الغزل زي القطة ما بتعمل مع بكرة الخيط كده، انت بتقعد بتفرج على التلفزيون وسايب الدنيا وخلاص. ما هي القطة ما هي في البكرة بتاعت الخيط، خلاص هتحل عن دماغك. هو ده اللي بيحصل. فدي مدرسة سياسية، احداث فتن مش احداث فتن، وكل ده مش مهم. المهم ان هم عاوزين اطول فترة ممكنة عشان لما يرحلوا يبقى عندهم الطابور الخامس موجود في كل المواقع. طيب، نروح للوضع الحقوقي ودور المجلس القومي لحقوق الانسان في مساندة المنظمات الحقوقية. مساندة المنظمات الحقوقية، المجلس القومي حسين يعني بعافية شوية، لأنه طبعا مسيطر عليه أغلبية إخوانية، واللي مش إخوان متعاطفين. يعني الدكتور عبدالله الأشعل وهو متعاطف مع الجماعة الإخوان المسلمين، جاء أمين عام، ومعظم الحقوقيين والمدنيين غادروا المجلس القومي وتركوه. المجلس القومي بعافية شوية ويواجه بعض المشكلات، إنما يعني مش عاوزين نديله أكبر من حجمه، لأنه المجلس القومي لحقوق الإنسان في وضعياته القانونية هو مجلس شبه حكومي، هو شبه حكومي، مش حكومة ومش منظمة مدنية، هو شبه حكومي يعني وسيط تشكله مؤسسات حكومية. فهو مهمته هو تقديم استشارات للنظام السياسي،
فانا عشان اشتغل معاك مستشار لازم اولا يبقى عندي خبره، يبقى عندي خبره في القانون الدولي والمعاهدات الدوليه، وابقى مؤمن بحقوق الانسان اللي هو المجلس دي مرجعيته، مؤمن بحقوق المراه، مؤمن بحريه الاعتقاد، مؤمن بالمساواه في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على اساس الدين. فانا عايز اقول لحضرتك ان جزء كبير من اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان يعني مش غير مؤمنين بهذه القيم حقوق الانسان، لا ده هم يعني مختلفين معاه. طبعا ده هيخليني اسال سيادتك تقييمك ايه لدور وعمل المجلس بعد التشكيله الاخيره؟ ولا حاجه، المجلس ما بقول لحضرتك المجلس بعافيه شويه. يعني انا هقول لحضرتك يعني عندما يغتال صحفي ناشط زي الحسين ابو ضيف امام قصر الاتحاديه، ماذا فعل المجلس القومي لحقوق الانسان؟ ما دي مهمته مش كده؟ طيب عندما تم الاعتداء على ابو العز الحريري وناشط مدني اخر، ماذا فعل المجلس القومي لحقوق الانسان؟ حتى لم يصدر بيان ليعرب عن اسفه ازاء تعرضه لاعتداءات. عندما تعرض رجال البرع لاعتداءات امام المحكمه من قبل جماعه الاخوان المسلمين، ماذا فعل المجلس القومي لحقوق الانسان؟ عندما اجريت الانتخابات السابقه، ماذا فعل المجلس القومي لحقوق الانسان؟ اصدر 50,000 تصريح لمنظمات غير معلومه ومجهوله ولا تعمل في مجال الديمقراطيه، ومعظمها ينتمي وتعاطف مع جماعه الاخوان المسلمين وعلى راسها جمعيه سواسيه الذي يترأسها الاستاذ عبد المنعم المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومدير وحده الشكاوى به. وهو ده المصداقيه، الشفافيه، الحياديه في العمل غير متوفر. يمكن ينصلح حاله، خلينا متفائلين يمكن، ولو ما كانش ما ياثرش كتير يعني. طب البعض بيسال هل قدمت الجهات المانحه تمويل لبعض المنظمات؟ لا والله، فيما يتعلق بالتمويل ما فيش تمويل، لان زي ما قلت حضرتك الامريكان فاهمين اللعبه كويس، فهم يعني بيطبطبوا شويه على النظام السياسي في مصر، مش عاوزين يعني يمولوا مشروعات تحرج النظام السياسي قدام المجتمع الدولي. والحاجه الثانيه انه كده كده الاخوان المسلمين ما بيوافقوش على اي منح من خلال طبعا حكومتهم، يعني مش هم عشان محدش يطلع يقول لك واحنا مالنا، من خلال حكومتهم يعني في رفض تام وشامل لمعظم التمويل اللي حصلت عليه الجمعيات الحقوقيه في الفتره الاخيره، بيتم رفضه علنا من وزاره التضامن لكن سرا من الضغوط التي تمارسها جمعيه الاخوان المسلمين، لانه احنا بنشتغل على قضايا متهيألي بتضايقهم شويه، بنشتغل على حقوق المراه، حريه الاعتقاد، الديمقراطيه، مراقبه الانتخابات، حريه الاعلام، فكل القضايا دي اكيد بتصيبهم بحساسيه، فهم ما بيوافقوش على التمويل. طيب كناشط حقوقي سيادتك وكمحامي، رأيك إيه في مشروع قانون الجمعيات الأهلية اللي هو تقدم لمجلس الشورى عشان يتناقش؟ هو في أربع مشاريع في الحقيقة مش مشروع واحد، في مشروع مقدمه الاتحاد النوعي للجمعيات اللي بيرأسه الأستاذ عبد العزيز حجازي اللي بيجمع الجمعيات مع بعض، وفي مشروع مقدمه وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ محمد دمرداش أو مستشار محمد دمرداش، وفي مشروع مقدمه نجاد البرعي مشروع قانون الجمعيات، وفي مشروع مقدم من 56 جمعيه، فيها حوالي اربع مشاريع. اسوأهم طبعا مشروع الحكومه، لان المنظمات المدنيه عامله مشروع القانون على خلفيه او طبقا لمعايير الحق في التنظيم، وده حق من حقوق الانسان منصوص عليه في الاتفاقيه الدوليه اللي مصر موقعه عليها، انما الحكومه بتحاول تعمل قانون يرفع القيمه بتاعه تاسيس المؤسسه من 5000 جنيه لربع مليون جنيه، يعني انت عشان تعمل مؤسسه اهليه خاصه بالانسان لازم تحط فيها ربع مليون جنيه كرسوم تاسيس. كمان عملوا لجنه ثمانيه من 8 جهات للاشراف على التمويل اللي بيجي لحضرتك، يعني يبقى عندك امن دوله ومخابرات ووزير تضامن وداخليه ومحافظ وتضامن. هل بالفعل القانون ده تم اعداده سرا كما يشاع؟ هو لم يصلنا قانون الجمعيات المعد من قبل وزاره التضامن، ده احنا ما شفناهوش، لكن ومحدش من ممثلي منظمات المجتمع المدني شارك في اعداده. لا 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 خالص خالص. وكمان في نص ان هو هيعمل، سمعنا انه في نص سمعنا ان في وضع خاص، في شرط تعجيزي. هو 250,000 جنيه شرط تعجيزي، انت عاوز تعمل مؤسسه اهليه تطوعيه تشتغل في مجال حقوق الانسان تحط فيها ربع مليون؟ ده المفروض انت لما تعمل شركه استثماريه بمبلغ اقل من كده، طبعا ربع مليون جنيه يعني سيادتك بتعتبر من اهم الشروط التعجيزيه نحط ربع مليون طبعا جنيه. طبعا واللجنه اللي عاملينها للمساله التمويل دي ان انت تحط 8 جهات، تعدد الجهات بتؤدي اوتوماتيكلي لما يعرف بيه البيروقراطيه والتكلس. انا لما تبقى في جهه واحده
غير ما يبقى عندي 8 جهات مطلوب ان انا اقدم 8 نسخ من الاوراق والملفات وكل جهه تستدعيني تقول لي ايه الموضوع وايه القصه. يعني هل ده بيتناقض مع المعايير الدوليه؟ المعايير الدوليه فلسفتها في سطر واحد، هذا عمل اهلي، عمل اهلي مستقل عن الحكومه، يخضع لرقابه الاجهزه الماليه فيما يتعلق بالفساد والافساد داخل، بس شكرا. ما تدخلش نفسك كدولة وكوزارة تضامن في شغل الجمعيات لأن حضرتك مالكش علاقة بيها، أنت مش واصي عليها وأنت مالكش علاقة بيها، دي جمعيات بتشتغل طبقا للقانون، القانون يحاسبها، إنما أنت رقابتك رقابة مالية عشان تعرف الفلوس اللي جاية دي جاية من بره، جاية من مين؟ جهة كويسة ولا مش كويسة؟ طيب أنت صرفت، الجمعية صرفت، تشوف مستنداتها بس، مالكش دعوة أنت بالشغل بقى ولا طبيعة المشروع ولا حقوق المرأة، لأ ولا التمييز ده موضوع حساس ولا حرية الاعتقاد ده بيثير الفتن، ده شغل محتاج ناس بتفهم. فبما إن وزارة التضامن ما عندهاش فهم فيما يتعلق بعمل الجمعيات والمجتمع المدني اللي أصبح أكثر تطورا في السنوات الأخيرة، يبقى انقلنا جهة بتفهم، ودينا تبع الخارجية، ودينا تبع وزارة العدل، عاوزين حد بيفهم عشان يقدر يناقشني في الشغل بتاعي، يبقى حتى عنده حد أدنى من التعرف على المصطلحات الحقوقية. طب غير ال 250 ألف جنيه في إيه تاني مواد تمثل كارثة في مسودة مشروع القانون؟ في اللجنة اللي هي خاصة ب اللي قلت عليك اللجنة السمانية دي من 8 جهات، وفيما يتعلق بحق الجهة الإدارية في حل الجمعية الأهلية، وده خطر. أنا ليه؟ خطر لأنه أنا في النهاية لما برصد انتهاكات حقوق الإنسان أو أتحدث عن مشكلات حقوقية بالتبعية، النظام السياسي في دول العالم الثالث الدول غير ديمقراطية هو الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان. هو أنا يعني هو الأستاذ عادل هينتهك حقوقي في إيه؟ ولا الرجل غلبانا؟ أنا انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم الثالث غير ديمقراطية بتقوم بها الأنظمة السياسية، فأنت جزء كبير من شغلك أنت بتنتقد في أداء الحكومة وأداء النظام السياسي، فيجب أن يكون لديك ضمانة قانونية تخضع لرقابة القضاء وفقط فيما يتعلق بحل الجمعيات، لا يجوز ابدا ان تملك الجهه الاداريه. الحاجه الثانيه اللي كانوا عاوزين يعملوا الضبطيه القضائيه، ما اعرفش موجوده ولا شالوها في مشروع الحكومه، عاوزين يعملوا ضبطيه قضائيه لموظفين التضامن. تخيل عليك تبقى انت قاعد كده ويخش عليك موظف مثلا، يعني مش يعني مع احترامي الكامل خليني اقول ليس لديه خلفيه فنيه بمعايير شغلك ولا بالاتفاقات الدوليه اللي انت شغال عليها ولا بطبيعه المشروع، ازاي هيقيمك وازاي يحكم عليك وانت اديت نشاطك ولا لا او يناقشك فيه وهو ما عندوش الحد الادنى من المعرفه القانونيه او الحقوقيه، فتعمله ضبط قضائي. يعني يجي لنا واحد بقى صاحي الصبح يلبس شبشب ويجي يقول لي اقفل اقفل هات الدفاتر دي، يعني كلام لا يستقيم. المجتمع المدني ده شريك للدوله في التنميه، يساعد الدوله في التنميه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، فلازم تدي له دور ومساحه وتخضعه لرقابه القضاء، لكن رقابه موظفين عموميين تابعين للحكومه اللي انت طول الوقت بتنتقدها ده امر لا يستقيم. طيب البعض بيقول أننا في مرحلة يمكن أن نطلق عليها عملية تأميم المجتمع المدني. تأميم المجتمع المدني، تأمين. تكميم المجتمع المدني برضو، تنويم المجتمع المدني، كل حاجة. طب ليه بيقولوا كده؟ ليه بيقولوا؟ لأنه المجتمع المدني، خليني أقولها لك بالبلدي، المجتمع المدني دي ناس لسانها طويل وناس بتفهم وعارفه قانون دولي وعارفه اتفاقيات دوليه وعارفه الحكومه ماضيه على اتفاقيات ايه والتزامات الحكومه ايه وعندها خبره بقى لها 20 سنه بتشتغل في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ولديها علاقاتها الخارجيه، بلاش مع حكومات، لديها علاقاتها الخارجيه مع منظمات دوليه عربيه واقليميه ودوليه، فاحنا عارفين احنا بنعمل ايه، فعشان كده لا يمكن استيعابنا وما بنتهددش، لان اللي اشتغل حقوق الانسان ايام زكي بدر وهو كان رجل شديد البأس يعني وحسن الألف وغيره أيام حسني مبارك، يعني مش في الآخر يعني الإخوان يقولوا روح هيروح يعني، فدي مجموعة من النشطاء اللي بيمارسوا دور لا مش سياسي، دور حقوقي، هم مؤمنين بقضية حقوق الإنسان لأنها يعني مرجعية، نحن نتحدث عن الحقوق وواجبات المواطن من منظور حقوقي مش من منظور سياسي، ماليش دعوة بيك أنت، أنا بحطك على المسطرة الحقوقية، هل أنت راجل تعطيني الحق في ممارسة حقوقي المدنية والسياسية ولا بتنتقصها؟ ولما بتنتقصها أنا بشاور عليها، ولما حضرتك تبقى ماضي على اتفاقية ومصدق عليها ما تجيش تضحك عليا وتقول أصل دي ثقافة غربية ومش ثقافة غربية، ثقافة غربية
على طول تبعت الأمم المتحدة وقول لها أنا بسحب تصديق على الاتفاقية، أنا مش منضم للاتفاقية دي. إنما تروح توقع وتصدى وتعمل نفسك ديمقراطي وليبرالي وتيجي هنا تقول لي تسلط عليها ناس يقول لك ثقافة غربية ومش ثقافة غربية وتدخل أجنبي، تدخل أجنبي ما تمضيش على حاجة، ما دام مضيت إحنا قاعدين وعارفين أنت بتمضي على إيه وهنحاسبك. طب سيادتك ذكرت قلت إن المنظمات الحقوقية دول بيبقوا لسانهم طويل. في الحق إيه؟ يعني 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 ما يعني ما بيخافوش يعني يعني عندما تسأله في أي قضية حتى لو شائكة أو حساسة يقول لك رأيه بصراحة، ما بيخافش، ما عندوش حسابات. إحنا ما عندناش حسابات، أصل أنا لما أبقى سياسي أبقى عندي مريديني، عندي أنصاري، عندي حزبي معايا حضرتك، عندي أعباء على كتفي وأنا بتكلم. لكن الحقوقي ما عندوش حاجة، هو الحقوقي ما عندوش حاجة، على باب الله اللي بيحصل بيقول الشرطة عذبت، الشرطة عذبت، انتهكت انتهكت، موتت أو موتت. إن هو رأيه بيجي بشكل تلقائي؟ لا، في بناء على واقع كل حالة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان لها استمارة معدة ولها طريقة للتعرف عليها وتوثيقها في مرحلة من مراحل التوثيق. فعشان كده هنقول رأينا بصراحة ما بنخافش، ما عندناش موائمات. يعني ما عندناش موائمات السياسيين طبعا، مع احترام، لكن السياسي في النهاية عنده موائمات، ده راجل بيعمل في العمل العام وعنده أحزاب أخرى منافسة وعنده أنصار وعنده إعلام، فتلاقي دايما حديثه يعني في إطار المؤامة السياسية. إحنا ما عندناش مؤامات، إحنا المؤامة الوحيدة عندنا هي مجموعة من الاتفاقيات موجود مصر موقع عليها ومصدقة عليها تعظيم سلام، يبقى اللي بيحصل ده مخالف للاتفاقية. وبننشر تقارير، بقول لك تنشر تقاريرك بره أصل ده ما عرفش إيه. لا، أنت لو إحنا لو كحينا في الأوضة دي ممكن بعد ساعة تلاقيها على اليوتيوب، ما فيش حاجة اسمها كده دلوقتي. إحنا بننشر تقاريرنا في مصر، تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، تاخدت بره تاخدت جوه مش من حاجة، ليش علاقة بيه يعني، ما حاجة ما تخصني. اللي خايف ما ينتهكش، بس اللي حاسس انه هو احنا ناس بنتجنى عليه وبنصوره وبنوثق له حالة انتهاك حقوق الانسان ولا موت الناس عند الاتحادية، نقول له يا حبيبي ما تعملش حاجة غلط عشان الناس بتوع الانسان دول مش هيسيبوك في حالك. بس وبعدين في المقابل هم يعني بيشوفوا حالهم معانا بقى كل شوية، طبعا علمانيين وممولين وخونة وكفرة وإسرائيل وكلام فارغ. إزاي هيتعامل القانون مع المنظمات المدنية التي لا تخضع لرقابة الشؤون الاجتماعية؟ لا، ما هو في نص في القانون إنه كل مؤسسة تمارس عملا تمارس نشاطا من أنشطة الجمعيات هيديها مهلة لتوفيق أوضح، بعد كده هيعاقبها، في هيبقى في عقوبة يعني غصب عنهم. طب شكل العقوبة ممكن يكون ايه؟ حبس على طول. حبس؟ انا اتوقع حبس، انا رأيي. معنى كده ان كل المنظمات اللي قايمة على نظام الشركات هيتحبسوا؟ لو ما وفقوش اوضحهم، لانه ساعتها هيوجه له تهمة تلقي تمويل من الخارج. ايه اجراءات توفيق الاوضاع؟ لا بقى يبقى ياخد شكل المؤسسة، يعني يجيب استمارات لتأسيس مؤسسة او جمعية من اتحاد العام للجمعيات ويوفق اوضاعه باعتباره، زي ما دي حصلت. ما كان في لما قانون 2002 طلع كان عندنا ملاك شركات مدنيه وفقت اوضاعها وبقت مؤسسات. يعني توفيق اوضاع ان هو يتوجه الاتحاد العام للجمعيات ويحصل على طلب تاسيس جمعيه او مؤسسه ويوفق اوضاعه، يتحول من شركه مدنيه او شركه محاماه، شركه مدنيه تهدف للربح او شركه محاماه، الى مؤسسه اهليه وجمعيه اهليه. طب ايه وضع المنظمات الحقوقيه في القانون؟ يعني قانون قانون جديد، احنا زينا زي الجمعيات مقارنه الأخرى. بالقديم يعني احنا لغايه دلوقتي مش عارفين هم هيعملوا بقى اللي هو مكسات بقى بين القوانين دي ويطلعوا حاجه محترمه، ولا هياخدوا جزء ايه، ولا هيمشوا قانونهم. احنا حتى هذه اللحظه ما نعرفش، لكن انا عشان ابقى امين معاك، احنا متفائلين لانه الاخوان المسلمين في النهايه عاوزه تسجل جمعيه، فاحنا متفائلين ان شاء الله يعني هيعملوا قانون كويس عشانهم هم، فنعدي معاهم كده ونبقى كلنا مع بعضين. كان في تصريح لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات امبارح بيقول في قانون خاص هيطلع بالنسبه للتمويل، ويعني القانون ده من شأنه ان هو يخضع اموال جماعه الاخوان المسلمين للرقابه. طب ما كويس، شايف القصه دي ازاي؟ واحنا اصلا ما عندناش ملايين، يعني الجامعات كلها جامعات غلابه، يعني بتاخد ايه؟ ما يراقبونا، جهاز مركزي يراقب، رقابه اداريه، اللي عاوز يراقب يراقب مش مهم، بس يبقى كلنا مع بعض. يعني انا جمعيه ومشهره تبقى للقانون وعمال ترازي فيا وانا عندي 5-6 موظفين، وعند جامعه الاخوان المسلمين بتقول فيها 1,000,000 وما اعرفش عندها فلوس منين وبتجيبها منين وبره الرقابه. طب ده هيخليني اسال سيادتك ما مدى قانونيه وضع جامعه الاخوان المسلمين في القانون الجديد؟ هي حتى هذه اللحظه غير قانونيه، بمعنى غير قانونيه،
جماعه غير قانونيه، جماعه غير قانونيه لانها لا مؤسسه، يعني غير مشهره. ايوه، ما هي هي لا هي مؤسسه مشهره كمؤسسه ولا هي مشهره كجمعيه، مش كده؟ طيب هي مش قانون يعني. طب دلوقتي انا هقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي لا قدر الله ولا سمح الله انا شتمت جماعه الاخوان المسلمين وقلت جماعه الاخوان المسلمين كذا، هل يقدر حد يرفع عليها قضيه؟ ما ينفعش. يعني هم لما كانوا بيكتبوا بيطلقوا تصريحات جماعه الاخوان المسلمين لن تطعن على حكم الاداريه بالغاء، انت ما تقدرش تطعن لانك انت مالكش صفه، انت مين يعني؟ الجماعه دي مين بيمثلها؟ يعني انت ما تقدرش تكتب في عريضه الدعوه بناء على طلب جماعه الاخوان المسلمين. مين جماعه الاخوان المسلمين؟ ايه هو الشكل القانوني؟ شركه مش شركه، مؤسسه مش مؤسسه، جمعيه مش جمعيه، فهي حتى هذه اللحظه غير قانونيه، جماعه غير قانونيه. طيب ده يقودني برضو للسؤال، الجمعيات الإسلامية بصفة عامة والجمعيات الشرعية دي جمعيات تنموية، الموتى جمعيات تنموية دي جمعيات وخيرية. موقعها إيه في الإعراب بقى في القانون الجديد؟ جمعية خد بالك إنه القانون الجمعيات لا يفرق بين الجمعيات التنموية والخيرية والحقوقية، كلنا شكل واحد جمعيات وكلنا شكل واحد مؤسسات، لكن أنت بقى على حسب النص بقى، في حال تلقي تمويل من جهة أجنبية مش عارف إيه، يحظر على الجمعيات إعداد دراسات وبحوث إلا بالرجوع للجهات الأمنية، ده نص برضو عاوزين يحطوه. لما أعمل مع حضرتك مثلا، أنت مثلا في تونس وأنا في مصر وعاوزين نعمل تقرير عن التعذيب في مصر وتونس، ما ينفعش في القانون الجديد هم عاوزين كده، نشتغل مع بعض في الموضوع ده لأنه كده لازم نرجع للجهات الأمنية. يعني الجهات الأمنية طول عمرها بتدير الجمعيات بس في السر ما بتظهرش، اليافطة هي وزارة التضامن، فهم عاوزين يحطوها في القانون، أنت رسميا لازم تتصل بالجهات الأمنية فيما يتعلق بعمل الجمعيات، ودي حاجة غريبة جدا يعني. طيب دوركم هيكون ايه كمؤسسات حقوقية في الانتخابات القادمة؟ هو الدور الطبيعي، هنراقب الانتخابات الموجودة الانتهاكات، طبعا اكيد مش هيبقى اربع مراحل زي قانون العبس اللي فات ده، ان شاء الله تبقى ثلاث مراحل يعني، لكن حتى لو اربع مراحل هنراقبها، وهنراقبها بمراحلها الثلاثة، سواء مرحلة الدعاية والترشح، مرحلة يوم الانتخابات او الفرز واعلان النتائج، وهنصدر تقاريرنا وهنندد بالمخالفات والانتهاكات، وهنرصد ما يدور في العملية الانتخابية، وهنقول هل هذه الانتخابات عبرت عن إرادة الناخبين ولا عبرت عن إرادة الإخوان المسلمين، هنقول للناس، ويفضل هذا في ذمة التاريخ. النظام السياسي عاوز ياخد بيه أهلا وسهلا، مش عاوز ياخد بيه زي ما هو الناس حتى هذه اللحظة فاكرة 2010 انتخاباتها وتزورت في عهد حسني مبارك، برضو التاريخ هيذكر أن الإخوان المسلمين زوروا الانتخابات. يعني هنقوم بالدور الطبيعي، في فلوس مفيش هنشتغل، في كرنيهات مراقبة مفيش هنراقب، لأن احنا تجاوزنا مرحلة الفلوس وتجاوزنا مرحلة الحصول على تصريح بالمراقبة. طيب في مشاكل بتقابلكوا زي فيما يتعلق بإيه؟ في المراقبة؟ بعض المراقبين يعني بعض القضاة بيتعاملوا معهم بطريقة مش كويسة، بعض القضاة بيرفضوا إن المراقب يدخل يتفقد اللجنة، في بعض ضباط ليه هو مش ده وضع قانوني؟ وضع قانوني بس بعض القضاة ما بيفهموش قوي، يعني مش كلهم قضاء منصة، جاي حد من نيابة إدارية وجاي حد من قضاء الدولة وجاي واحد تعبان نفسيا وجاي واحد زعلان وجاي واحد غضبان وجاي واحد ما نامش كويس، فيعني بتحصل انه بعض المشرفين على الانتخابات من بعض اعضاء القضاء يعني بيتعاملوا بطريقة غير لائقة مع المراقبين، او يطردوهم من اللجنة او يرفض ان هو يدخل اللجنة، في بعض التجاوزات بتحصل من ضباط الشرطة في الاحتكاك بالمراقبين، بتصل في بعض الأحيان للقبض على المراقبين. في أهم مشكلة بتواجهنا إن إحنا بنصدر بيانات يومية وعاجلة فيما يتعلق بما يدور في العملية الانتخابية ونرسلها للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لا تعير الأمر اهتماما ولا تستجيب لأي طلب من مطالب، وده طيب. برضو إحنا معنا المستشار على الهاتف، المستشار نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لوضعة السور. ألو. أهلا يا فندم. أهلا بيك مع المستشار. مرحب بك وبضيفك الكريم. أهلا بيك يا فندم. إحنا بيشرفنا في الأستوديو المحامي والناشط الحقوقي أستاذ سعيد عبد الحافظ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيادة المستشار. كنت حابب بس أخذ تعليق سيادتك ورأيك في موضوع الضبطية القضائية للمواطنين والذي أثار حالة من الجدل في الأوساط السياسية والشارع المصري، يعني بما فيهم تيارات الإسلام السياسي يعني اللي خرجت بتؤيد هذا القانون، وأصبحنا أمام إعلان ما يسمى بالداخلية الإسلامية مثلا.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا احب اوضح امر معين. الكلام دوت كلام غير صحيح بالمره، لم يصدر من النائب العام كما يدعي البعض قرار بمنح الضبطيه القضائيه للمواطن العادي في الشارع. الامر فيه نوع من الخلط، خلط ما بين الماده 23 و24 المتعلقه بمأمور الضبط القضائي واختصاصه، ومين هو اللي بيحدد مأمور الضبط القضائي، والماده 37 المتعلقه بحاله التلبس. احنا لازم نفرق بين الامرين دول. الامر الاولاني ان من العبث ان يعطى المواطن العادي الضبطيه القضائيه، وطبعا ده كلام مش منطقي وكلام مش قانوني، ولا يعقل ابدا ان معالي النائب العام يتفضل باصدار مثل هذا القرار، او حتى يصدر حتى بيان او تصريح انه يؤكد ان المواطن العادي له حق الضبطيه القضائيه. الماده نفسها 23 المتعلقه باعطاء الحق لوزير العدل في منح الضبطيه القضائيه لبعض الموظفين، الماده دي كانت في سنه 50 اعتقد، ثم عدلت في 57 القانون 23، وحتى هذا القانون كان معيب، لكان منتظر ان يكون تحديد اعضاء الضبط القضائي بقانون، انما المشرع منح تفويض لوزير العدل، وهذا التفويض فيه اعتداء على الحريات ومحل خلاف في الفقه منذ امد بعيد. انما الماده الصحيحه اللي تحدث عنها معالي النائب العام هي الماده 37. الماده دي برضك موجوده في قانون الاجراءات الجنائيه منذ عام 50، والماده دي متعلقه ان في حاله التلبس يستطيع المواطن العادي ان يقيد حريه من ارتكب الجريمه، ولكن بشروط معينه. الشرط الاول ان يكون هناك تلبس بالفعل، وخد بالك يجب تكون حاله من حالات التلبس الحقيقي، وهي اعلى حاله ان يرى المواطن الفاعل او الجاني يقوم بارتكاب الجريمه بنفسه. في هذه الحاله يستطيع التحفظ عليه وتسليمه للسلطه العامه. انما لا هو مامور ضبط قضائي ولا من حقه ان هو يقوم باجراءات المامور ضبط القضائي المتعلقه على سبيل المثال بالتحرري او جمع الاستدلال او حتى تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، او حتى مساعده النائب العام والنيابه العامه في اعمال التحقيق الابتدائي، باعتبار ان مامور الضبط القضائي الاصل فيه انه دوره بيقوم بعد وقوع الجريمه، وبنسميه الضبطيه الجزائيه او الضبطيه العقابيه. طيب معالي المستشار الاستاذ سعيد عبد الحافظ عايز يتواصل مع سيادتك. اتفضل استاذ. اتفضل يا فندم. تقريبا استاذ بشار انا كنت قلت كده بالظبط، قلت ان كل الموضوع موجود في الماده 37 ودي ليها شروط وضوابط معينه حاله التلبس، وحتى انا قلت لازم يكون القائم بالضبط شاف الجريمه بعينه، ما حدش قال له في التليفون روح اقبض على فلان الى اخره. مش استاذ سعيد صح، مش شاف الجاني. يعني خد بالك فرق ما بين التلبس بالجريمه والتلبس بالجاني. التلبس بالجريمه ممكن ان ارى جسد المجني عليه ملقى، او ارى دماء، او ارى اثار الجريمه. تمام. في هذه الحاله لا يحق المواطن العادي التدخل، انما التدخل في حاله واحده بس من حاله التلبس، عندما يرى الجاني وهو يقوم بارتكاب الجريمه. تمام. ويبقى الامر ان المحكمه حتى هتراقب مدى توفر حالات التلبس من عندي. يعني الامر مضبوط تماما، لكن هي المشكله ان احنا كنا متحفظين على التوقيت الذي تم تذكير المواطن العادي بالقيام بدوره في حالات الجريمه، لان احنا بنقول ان الجرائم في مصر الان هي جرائم سياسيه استاذ بشار، وليست يعني جرائم جنائيه. انا اتفق معك ان ممكن تكون الموامة السياسيه يعني غير مناسبه، ده وقت طبعا الشارع المصري ملتهب، لا داعي لمثل هذه التصريحات حتى ولو كانت من الناحيه القانونيه منضبطه. تمام. انما انا بؤكد ان ما يطار في الشارع المصري من ان الضبطيه القضائيه سوف تمنح للمواطن العادي ده عبث قانوني، ولا يمكن ابدا ان نعطي الحق للمواطن ان يقوم بتقييد حريات الافراد. فاحنا كرجال قانون لينا تعليق على الماده 23 بتاع الضبطيه القضائيه، وبننتقد فيها المشرع اللي اعطى الحق لوزير العدل ان هو يمنح الضبطيه القضائيه لبعض الموظفين كلهم في حدود اختصاصه، وقلنا ان المفروض تقوم بقانون مش بقرار اداري، باعتبار ان مساله الضبطيه تمس الحقوق والحريات. أيوة. كمان الماده دي ماده معيبه فقرتها الاخيره اللي اعطت الحق لوزير العدل ان هو يطلع قرار اداري يلغي فيه او يعدل الضبطيه القضائيه لمامور الضبط القضائي الخاص بقرار اداري، ويلغي بيه تشريع عادي. تمام. احنا كمان اللي اثار شكوكنا انه في تزامن مع تذكير سياده النائب العام للمواطنين بحقهم الموجود في الماده 37 انه ظهرت دعاوى اخرى من قوى سياسيه انها تسعى لتشكيل لجان دفاع شعبيه لحفظ الامن،
وبعدين في قانون للحراسات الخاصه، فالثلاث حاجات جم مع بعض، فهم دول اللي اثاروا ارتباك وقلق بعض الناس. هو طبعا بالفعل، ولكن الشائعات المغرضه ترددت كثيرا في بعض وسائل الاعلام مما لبس على المواطن العادي. انا بؤكد كراجل القانون ان ما فيش ابدا حاجه اسمها ميليشيات او حتى شرطه خاصه. الكلام ده لو حصل في مصر يبقى ده كلام مش منضبط، وده خطر على الحريات. امال احنا بنعمل دوله ليه؟ بنتكلم عن السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، وان الامن والشرطه احد ادوات السلطه التنفيذيه واحد ادوات الدوله، يبقى معنى كده نلغي الامن؟ وهي مسؤولية. احنا نسمح للمواطن العادي ان هو يشكل شركات خاصه وليها معاها سلاح وممكن تقوم بالامر والنهي للمواطن العادي؟ لا طبعا، ده كلام عبث في حق الدوله المصريه. طب هي مسؤوليه الدوله تبقى للدستور الجديد، حتى لو كنا حتى متحفظين على بعض نصوصه، الدوله تلتزم بحفظ الامن، يعني الامان والامن دي مسؤوليه الدوله مش مسؤوليه الشركات. بالضبط بالضبط، وهذا النص لو خرج تمام سوف يكون معيب من الناحيه الدستوريه، لان حفظ الامن ملقى على هيئه الشرطه باعتبارها هيئه نظاميه مدنيه، وظيفتها الرئيسيه هي حفظ الامن واستقرار الاوضاع من الناحيه الداخليه. طبعا. مش ممكن ابدا نسمح بتكوين ميليشيات او تكوين حتى شركات خاصه الا في اضيق الحدود وفقا لما معمول به بالقوانين القديمه بالفعل، ليس اكثر. وانا مش هعرف احاسبهم كمان يا سياده المستشار، انا ما اقدرش احاسب الناس الخاصه دي، يعني ضابط الشرطه اقدر اجيبه بقاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه بمسؤوليته بالامتناع بالترك، لكن الراجل بتاع لجان الشعبيه ده لا اقدر احاسبه ازاي؟ ما فيش يا فندم حاجه، مش ممكن ابدا اتخيل انا قاعد في دوله وبيحرسني مواطن عادي. ثم انا عاوز اقول حاجه، مشكله مصر الحقيقيه ما هيش مشكله تشريعات، احنا عندنا ترسانه وسلم التشريعات. المشكلة الحقيقية في مصر هي في تفعيل القوانين القديمة. هناك قوانين كثيرة جدا 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 تتعلق بالضبطية القضائية، وتتعلق بحق الدفاع الشرعي عن نفس الغير ومال الغير، وتتعلق بحالة الضرورة في قانون العقوبات. كل هذه القوانين موجودة بالفعل ولم تفعل على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالنصوص، العبرة بالبيئة التي يوجد فيها النص. تمام. طيب معالي المستشار، ده بياخدني السؤال، شايف سيادتك موقف الداخلية وإضراب ضباط الداخلية اللي هو فتح الباب والطريق قدام وجود ما يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي في الشارع، ما يحدث حابب اسمع رأي سيادتك؟ يعني ما يحدث في الشارع المصري من أعمال شغب وأعمال عنف ظاهرة تستحق الدراسة. لا يمكن أبدا أن نعلق شماعة أخطأنا على مسألة أن هناك أيدي خفية تحرك الشارع المصري، أن هناك فئة تقوم بتأجير فئة أخرى للخراب. لا، أنا شفت بعيني أطفال عندهم 14 و15 سنة في ظاهرة موجودة في الشارع المصري في غاية الخطورة، هي ظاهرة انتشار العنف. أعتقد أن يجب أن تدرس هذه الظاهرة دراسة جيدة للتعرف على الأسباب الحقيقية لدفع هؤلاء الشباب والتظاهر في الشارع وأعمال العنف وأعمال الشغب الغير مسبوقة، لا من سائل أو حتى من بلطجي، لا ده مش بلطجي أو مش سائل، ده بسميه مجرم بالصدفة بيرتكب الجريمة تحت تأثير انفعالات، أو مجرم بالعاطفة آسف، بيرتكب الجريمة تحت تأثير انفعالات معينة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الجو العام في مصر المشحون بالترقب والقلق وعدم الاستقرار. إنما الشرطة حقيقي كان الله في عون الشرطة، هذه الأيام الشرطة تحولت من ظالمة إلى مظلومة سنتين، وإحنا بننهك في قوة الشرطة وقوة الأمن المركزي، وده في النهاية مؤشر سلبي على الدولة المصرية في مجملها وبالأخص على الاقتصاد المصري. فأنا أعتقد إن الضغط الشديد على رجال الشرطة هو ما دفعهم في هذه الأيام إلى الاعتراض والاعتصام والإضرابات الكثيرة، لأنه هو حاسس أنه هو مش واخد حقه، حاسس أنه هو مضطهد في الدولة من وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت لا معاه سلاح يدافع بيه عن نفسه، وحتى لسه التركيبة النفسية بتاعت الشرطة زي ما هي لسه ما تضبطتش وما تعدلتش عشان تواكب الأوضاع الجديدة. فالشرطة يعتقد الآن دي فعلا هي مجني عليها وليس جانية كما جانا في الماضي. بشكرك معالي المستشار نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، شكرا لك يا فندم. العفو يا فندم. أرجع لضيفي بقى أستاذ سعيد عبد الحافظ، وفي نهاية اللقاء حابب أستعرض مع سيادتك شوية قضايا حقوقية، لأنه
ما ينفعش يكون معايا رجل حقوقي وما اتكلمش في بعض هذه القضايا. انا عايز بس اعرف من سيادتك شكل أزمة السولار اللي حولت مصر الموقف كبير، وحالة الاعتراضات اللي احنا شايفينها وقطع الطرق، كل ده بسبب السولار وغضب السواقين. الرؤية الحقوقية اللي هسمعها من الأستاذ سعيد عبد الحافظ كناشط حقوقي، احنا لو انت عاوز نقيس ده على المسطرة الحقوقية، الحكومة المصرية ملتزمة بموجب اتفاقيتين دوليتين، أحدهم اسمها الحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بمقتضاهما تلتزم الحكومة المصرية بضمان أن يمارس المواطنين في مصر حقوقهم المدنية والسياسية. التزام الحكومة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية اسمه التزام سلبي، بمعنى أن تمتنع الدولة ومؤسساتها عن انتهاك حقوق المواطنين المدنية والسياسية أو الاعتداء أو الانتقاص منها. فيما يتعلق بالاتفاقية لمصر الموقعة عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التزام مصر التزام إيجابي، بمعنى تلتزم الحكومة المصرية بتوفير الحياة الاقتصادية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، اللي هو فيها كل ده: سولار، مية، هواء نظيف، يعني بيئة نظيفة، تعليم، ثقافة، تعددية ثقافية إلى آخره. فالحكومة يجب أن تبذل قصارى جهدها حتى تستطيع أن تحقق ده. هتقول لي أو الناس هتقول مفيش فلوس عند الحكومة المصرية عشان تقدر تحقق الحقوق دي. هقول لك لو بذلت قطعت شوط في مجال التزامك السلبي اللي هو امتنعت عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بتوعك، تقدر تاخد شهادة تقدير كده من الجهات المانحة في أوروبا والولايات المتحدة، تساعدك من خلال البرامج الاقتصادية والاجتماعية عندهم ان هي تديك فلوس تحقق بيها رفاهية شعبك اقتصاديا واجتماعيا. لكن بما ان حضرتك متنايل بستين نيلة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والناس طلعان عينيها وبتضغط عليها، ومفيش ديمقراطية ومفيش حرية ومفيش اعلام حر ومفيش قضاء مستقل ومستقر، فده معناه ان حضرتك حالتك زي الزفت. حتى التزامك السلبي اللي ما بيكلفكش فلوس ما عملتوش، فنديك فلوس ازاي من برامجنا ونساعد نظام اصلا لا يحترم حقوق شعبه في ممارسه حقوق المدنيه السياسيه؟ فده التزام. كل الدول تستطيع من خلال صناديق الامم المتحده والجهات الانسانيه اللي موجوده ان تحصل على منح لتقديم برامج اقتصاديه واجتماعيه، بس احنا ما نقدرش ناخد ده لان احنا عندنا مشكله في حقوق المدنيه السياسيه للاسف. طيب استاذ سعيد، دعوات العصيان اللي احنا شايفينها في مختلف المحافظات يعني، واللي طبعا بتتصاعد حدتها يوم بعد يوم، والناس مش لاقيه رد فعل طبيعي من المؤسسات الرسمية في الدولة برضو، يعني الرؤية الحقوقية لسيادتك في دي ايه؟ الرؤية الحقوقية ان العصيان المدني احد الاليات الضغط السلمي التي تمنح للمواطنين التعبير عن رأيهم. احنا ما بنخترعش حاجة. العصيان المدني ده عمله غاندي، مش غاندي كان عصيان مدني ولا كان ايه؟ عصيان مدني. وعملته الثوره البنفسجيه في تشيكوسلوفاكيا، وعملته الثوره البرتقاليه في اوكرانيا، وعمله سعد زغلول في ثوره 19. عصيان مدني ده حق من حقوق الانسان للجماعات والمواطنين ان تستخدم هذه الاليه، بس تبقى سلميه يعني، هذه الاليه السلميه في الاضراب العام والشامل من اجل تحقيق مصالح اهداف سياسية معينة أو المطالبة بحقوق سياسية. خلاص، هو ده العصيان المدني. يبقى وعلى الجهة السياسية أو السلطة التنفيذية أن تنظر في مدى مطابقة هذه المطالب لإمكانياتها وقدراتها، وتدير حوار مع المجتمع من أجل تنفيذه. يبقى أنا ما أقدرش أنكر على الناس حقها في العصيان المدني، لأن ده حق من حقوق الإنسان، والتاريخ مليء بثورات كثيرة أعقبها سبقها ثورات عصيان. ما أقدرش ننكر ما حصل في تشيكوسلوفاكيا ولا اوكرانيا ولا غاندي ولا ثوره 19، يعني ده طبيعي. انما هي القضيه ان القياده السياسيه تتعامل مع هذه المطالب باعتبارها مطالب هي غير معنيه بها وغير موجهه ليها، وكان الناس دول بيعملوا عصيان مدني في مواجهه بعضهم البعض، يعني بتوع بورسعيد دول كان عاملين عصيان مدني بيرزوا في بعض. لا، عصيان مدني ده رساله احتجاج من محافظه فيها شعب وفيها مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتنفيذية للقيادة السياسية، للنظر أو لفت انتباهها ونظرها أن هناك مطالب معينة للناس اللي ساكنين في بورسعيد.
فالقيادة السياسية يجب أن تدير حوار، ومش معنى أن القيادة السياسية تدير حوار مع مطالب بعض القوى المحتجة إنه ده انتقاص من دورها أو 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 مساس بهيبتها. بالعكس، المساس بهيبتها هو اللي بيحصل ده، لكن أن تدير القيادة السياسية حوار بعد كويس، يعني ده المهم، ده المفروض يبقى موجود. مش الحل إنه كل مكان في اعتصام أو في عصيان مدني أو في بتاع راح أبعت الشرطة والمدرعات ونقعد بقى نشوف السيناريو اللي هو الفيلم اللي القصة اللي اتهرست في 100 فيلم هندي دي، مدرعة مدرعتين واحدة بتطلع تنور النور تضرب بالطوب القلم المسيل للدموع طوب بتحدق ايه في ايه خلاص يعني بقالنا سنتين بنشوف الفيلم ده، مفيش فيلم جديد يعني، مفيش قصة جديدة، لازم كل اقتباس من مشهد بقاله سنتين هو هو. امن مركزي عساكر يحدف بالطوب بيشاوروا البعض اشارات بذيئة معرفش ايه، بياخدوا واحد يسحلوه سنتين، بقالنا سنتين بنشوف فيلم يعني مفكرني فيلم اجنبي سبيد كده لما عملوا فيلم دقيقة كده مزيفة وعرضوه عشان الراجل زي ما العصابة يحس ما يشوفش اللي في الاوتوبيس، احنا برضو كده بنشوف فيلم زي ما هو الشريط عمال يرجع. فلا في عصيان مدني يبقى في حوار، المحافظ بتاعك مش كف تغيره زي ما انت غيرت بتاع السولار، مع ان انا مش عارف بتاع السولار ما فيش سولار فيغير رئيس اللي هي ايه الرئيس ماشي، فالمحافظ لازم يروح، قيادات الشعبية تروح، اعضاء مجلس الشعب يروحوا، حضرتك تروح تستدعي وفد يجي قبلك. عيب لما رئيس الجمهورية يقول انا هروح بورسعيد وما يروحش، عيب يعني آية المنافق ثلاثة، عندنا حديث كده آية المنافق ثلاثة، اذا وعد اخلف، فانت وعدت ان انت تروح فتروح، تبعت الناس يكلموا شوف مطالبهم ايه، مطالب مشروعه ولا مش مشروعه، توسط ناس يا جماعه طب نعمل دي طب نستنى، انما كده هيصه بورسعيد ده اهليه، الناس اللي ماشي العبس اللي عند شيبرد وسمير رميس ده ايه مش قادر افهمه مين دول وبيعملوا ايه. يعني قربت توصل لمرحله ان احنا ده كومبارس الناس دي بتمثل مع بعض، لا في حاجات لازم القياده السياسيه تتدخل فيها تدخلا مباشرا لانها سلطتها ومسؤوليتها. رقبة 90 مليون مصري معلقة في دمنا، معلق في رقبة رئيس الجمهورية، هو المسؤول عننا، إذا كان هو ذو مرجعية دينية هو عارف هو دوره إيه طبقا لدينه وطبقا لمرجعيته، إذا كان سياسي عارف إن إحنا مسؤولين من رئيس الجمهورية، ومدام إحنا مسؤولين منه بيقع على عاتقه إنه يتحمل مسؤولية الـ الشعب بتاعه. فمسؤولية الشعب بتاعه مش إنه يتجاهل الناس كده وإن يسيب المشهد يفضل يتكرر، والشريط بقالنا سنتين بنشوف نفس المشهد، لا بيتدخل تدخل مباشر ولا بيأتي بحلول حاسمة ولا سريعة ولا عاجلة ولا بيحقق العدالة ولا انتهى من التحقيقات الجنائية اللي سبب كبير من احتقان الشعب المصري بسببها. عاوزين نشوف نتيجة في التحقيقات بتاعت الناس اللي ماتت والناس اللي تعذبت، نريد أن نشعر أنه رئيس محايد يعامل المصريين كلهم سواء، مش أنه منحاز لفصيل معين. وعيب لما رئيس الجمهورية يقول أهلي وعشيرتي، لأنه هو عارف إن في مسيحيين في مصر ومش من أهله ومن عشيرته، فرئيس الجمهورية يجب أن يتوجه بخطابه إلى جميع المواطنين مش لأهله وعشيرته بس، وشكرا. طيب، مصر تختنق اقتصاديا، الحلول الاقتصادية والاجتماعية من وجهة نظر حقوقية هي مش بتختنق، هو خلاص يعني بتختنق، ده فعل مضارع تختنق يعني ما هي اتخنقت في الحقيقة، هي اتخنقت خلاص، مصر بتطلع في الروح. الحلول يجب أن يفسح المجال لبعض المنظمات التنموية التي لديها ميزانيات وبرامج لأن تشارك الدولة في مسؤولياتها، مش أقولك احنا هنحل المشكلة الاقتصادية، لكن الجمعيات الأهلية إسلامية بالمناسبة ومسيحية وخيرية وتنموية وحقوقية تستطيع إذا توفر لها المناخ القانوني الملائم أن تساعد الدولة في تنفيذ بعض البرامج الاقتصادية. ممكن نتولى ملفات كتيرة أوي، عاوز تدينا ملف التعليم، كل جمعية لو خدت على عاتقها 20 مدرسة في المحافظة اللي هي فيها نقدر نطورها، نقدر نطورها من حيث الدكك، من حيث السبورات، حيث الملاعب، من حيث الأدوات الرياضية، أدوات النشاط، دهان المدارس، تدريب الطلبة، تدريب الأخصائيين الاجتماعيين، دي المجتمع المدني يقدر يقوم بيه وهو مؤهل وعنده كوادره. نقدر نشتغل على ملف الصحة، نقدر نشتغل على الوحدات الصحية، كل محافظة فيها 3-4 وحدات صحية، في كل حي فيه وحدة صحية بتعالج الفقراء وفيها تطعيمات، نقدر نطورها، نقدر نشوف احتياجاتها، نقدر نجيب لها منح لأجهزة أو معدات لتطويرها، نقدر نحسن من أدائها، نقدر نطور الكوادر الطبية والتمريض اللي موجودة فيها، نقدر نشتغل على ملفات القمامة
في مجتمع مدني يقدر يقوم بدور فيما يتعلق بالقمام، يعني في جزء حقوقي ودفاعي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، في جزء تنموي. لماذا لا تحاول الدولة أن تستعين بالمجتمع؟ عندك 40,000 جمعية كلهم خونة وعملاء وانت اللي شريف، مش معقول 40,000 جمعية يا عمي، في 10,000 منهم كويسين يقدروا يقوم بدور في المجتمع، يبقى في صلة بين المجتمع المدني والمجتمع المحيط بينه. لو أنا مقر في المعادي في شارع معين أقدر أنميه أطوره، وآخر في الدق يعني لكن هم مش هم عاجبهم إن كل حاجة في إيديهم، واللي كل حاجة في إيده ده يعرف إنه ما بيعملش حاجة. طيب قبل ما نختم، رسالة سيادتك هتكون لمين وهتقول فيها إيه؟ أنا رسالتي أنا متفائل جدا بما يحدث، رغم طبعا ألم الشديد على ما يحدث، لكن دي مرحلة ومحطة لازم القطر يعدي عليها. ما بتوصلش أنت من القاهرة لإسكندرية، لازم يعني يا سيدي جابر يا ضمان، ولازم في محافظة كده، فدي محطة هنمر عليها. أتمنى أن هي تكون يعني ما تتطورش الأمور أكتر من كده، وأتمنى أنه نصل إلى المحطة الأخيرة، والناس اللي بيقودوا القطر اللي هم جماعة إخوان المسلمين والحرية والعدالة وأنصارهم المتعاطفين معاهم يعرفوا أن دي بلد كبيرة أن هي تختطف، زي ما أنت تختطف واحد قوي البنيان قوي فيتعبك لانه هياكل كتير عاوز ياكل، فتخطفه انت اسبوع تقعد تصرف عليه دم قلبك، ويا دفعوا الفديه يا ما دفعوش. فمصر كبيره كبيره، يعني انتوا خاطفين حد كبير، فده هيكلفكم اكل وشرب وتعب، وعاوزين 5-6 يحرسوه، فبلاش يعني بالراحه، واعرفوا انه الموضوع صعب، والشيله بالبلدي تقيل عليكم. يا تستعينوا بالناس وتعرفوا ان مفيش حد هيقدر يعني يحكم البلد دي لوحده، يا اما بصراحه يعني نهايته بتبقى وحشه جدا. يعني ما يعني مين يعني حسن مبارك 30 سنه كل حاجه كانت في ايده، شرطه وجيش وعلاقات خارجيه وحليف امريكا واسرائيل، ويعني في ايه؟ مش معقول يعني، يعني الناس ما بتشوفش يعني هم ولا حسن مبارك؟ اكيد هو راجل اقوى يعني، او راجل عسكري وقعد 30 سنه، طب ما بحبوش ولا حاجه، بس يعني راجل قعد 30 سنه حكم وعمل حاجات كويس، وفي جزء كبير من الناس كان مرتبط بيه. طب انتوا لسه ما عملتوش حاجه، احنا مش شايفين منكم الحاجات كلها حاجات في الحياه كلها حاجات وحشه يعني، يعني لا بتبتسموا في وشنا غير الابتسامه البلاستيكيه دي، لا بتبتسموا في وشنا، ولا بتكلمونا كلام كويس، ولا بتحنوا علينا، ولا بتدونا حاجه كويسه، ولا بتعملوا لنا قوانين كويسه، ولا اعلامكم حتى بيدينا الامل في حاجه. هو بس انتوا اللي فاهمين كل حاجه، والناس الثانيه يا اما عميل يا اما ماجور يا اما خاين يا اما بياكل جبنه نستو. مش معقول. عموما يا استاذ سعيد، نتمنى ان الامور يعني تستقر والدنيا تمشي في المسار هتمشي الطبيعي. ما تقلقش صدقني هتمشي. ساعدنا بلقائك استاذ سعيد، وسيادتك بالصحه والسلامه. في نهايه لقائي لا يسعني سوى ان اشكر المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسه ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان. شرفتنا ونورتنا. أعزائي المشاهدين، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم نبض مصر. أشكركم لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.